طيب خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده ايه بالمشاكل من الصور نطلعها. يعني هي شكرا جزيلا ليكم على تعبكم، ونبتدي بقى من المرحله دي نشوف ايه المشاكل ونحلها واحده بواحده. يلا يلا فضل. انت بتقولي تمام، دلوقتي انا الماتيريال. سيمنز حطيتها وكله تمام، مفيش اي حاجه. قفلت الفايل، جيت افتحه لقيت ان ولا حاجه موجوده. طيب حلو قوي. بص بقى قصه الماتيريال دي مهمه قوي، واحنا قلناها يمكن المره اللي فاتت او يمكن اللي قبلها يا يارا، اللي هي ايه؟ انا دلوقتي رحت حطيت ادي الفايل وحطيت عليه الماتيريال وكل حاجه تمام. طب سؤال بس، هي الماتيريال دي انت جبتيها منين يا فاطمه؟ جبتيها من على الديسكتوب او جبتها من المكتبه او نزلتها من الانترنت؟ حلو وخلاص، وعملت بالظبط سيف للفايل وكل حاجه وكل الدنيا تمام يا مينا. خلاص وجيت تمام يا قفلت، هندسة. انا لقيت زحمه هنا، رحت ماسك دولت كده اهي، ورحت عامل ديليت. اسمه ده مش عاجبني، رحت ماسكه كده ورحت انا جاي مغير الاسم. ده مش عايزه، طب ديليت، وهكذا. حلو، جيت انت تفتح الفايل يا فاطمه، الحاجه بتاعتك طلعت قرع. ايه ده؟ هي الماتيريال راحت فين؟ انا ما غيرتش حاجه ولا عملت اي حاجه خالص. لا انت غيرتي وعملت، اللي هي ايه؟ مش بكلم عليك انت، انا بقول لك دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تكون ظاهره. ان انت رحتي، هو بقى الفايل لما جه يقوم ويجي ينادي على الملفات اللي بتاعت الماتيريال ما لهاش، او لقاها باسم تاني فما فهمش. انت معايا؟ طب ايه هو الحل بقى؟ بص، جيت يمين انت خلصت شغلك وقفلت جزئيا، حلو؟ طب انا هعمل ايه؟ الملفات بتاعتك بتاعت الماتيريال انت جبتها شويه من السي وشويه جبتها مش عارف من مين شويه. طب هو انا لما هاجي اتحرك بالفايل هجيبهم منين من هنا؟ ده شغلانه. فانت هتيجي يمين هتعمل حاجه صغيره قوي. هتروح انت جايه يا فاطمه بعد ما انت فتحت الفايل، هتعملي هنا فايل سيف، خدت بالك؟ سيف للفايل عادي، هتعمله هنا اركايف. يعني ايه اركايف يا مينا؟ يعني بياخد لك الفايل بكل محتوياته ويروح جاي ضغطه. طب انا مش فاهم، معلش. بص انا هاجي من هنا كده وهعمل اوبن مثلا، وهاجي هفتح الفايل اللي احنا شغالين عليه، وده الكلام ده اللي احنا هنعمله تباعا دلوقتي. مش بشرح ماتيريال ده، انا بشرح بس الزتونه بتاعت ايه، بتاعت الماتيريال اللي انت ايه وقعت فيها، الماتيريال بتطلع مش باور. ده الفايل اللي احنا هنشتغل عليه. طب تمام، جيت انت هنا للارضيه مثلا، ورحت انا جاي جايب لها ماتيريال وليكن مثلا بتاعه الباركيه اللي احنا برضك هنستخدمها بعد شويه، وجيت رحت انا جاي اعمل كده، ورحت انا اعملها هنا كده دراج، جت الماتيريال وكل حاجه تمام. خلاص كده، انا المفروض عشان اتحرك بالفايل الماكس بتاعي اللي هو ده، لازم اخد مع نفس الفولدر او نفس الحاجه اللي انا اخدها كوبي، اخد الفولدر ده كله صح، سواء كان جوه او سواء كان بره. انتوا حد معايا يا اولاد؟ مع حضرتك الناس طب دقيقه واحده، انا واخد حاجه من السي، حاجه من الدي، حاجه من الاي، وهقعد الملم الكلام ده ازاي؟ هروح انا جاي يا فاطمه اعمل كده قائمه فايل، واجي اقول له هنا اركايف، هو اللي هيقوم بالموضوع ده بنفسه هو، وهسمي الفايل ده اسمه فاطمه. خلاص، واقول له سيف. ماله بقى ده يا فاطمه؟ سواء مفكوك سواء ما هتاخديه او هتتحركي بيه، هو هيعمل كده شويه، النتيجه بتاعتك هيطلع ايه يا فاطمه من بره؟ فايل مضغوط جواه ايه لما هتيجي تفكيه؟ ده الملف الماتيريال. بتاعك اهو، ملف الماكس، ومن جواه ايه يا مينا كمان يا يارا؟ الله 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 الله، الحق ده الصور اهي. يبقى هو اوتوماتيك حط لي كل ما يخص ده. خلي بالك بس مش ماتيريال بس يا فاطمه، هيحط لك الاي اس لو انت فاكره، هي اشكال الاي اس اشكال لايت، وهيحط لك كمان لو في بروكسي، احنا خدنا البروكسي تمام، كل ما يتعلق بالملف بتاعك اللي هو اسمه فاطمه هيحطه لك. يبقى انا سواء لغيت ده سواء لغيت ده تمام. هو بس سواء في مشكلة تانية، أنا لما حطيت ماتيريال جبت مثلا ماتيريال تانية من بره، جيت أحطها ماشي، التانية راحت، معرفش راحت فين. طب ما هتروح طبعا، مش انت حطيتها على نفس الكوره، هي نفس الكوره، لا مش نفسها، لا مش نفسها. كوره تانيه؟ لا ما تروحش، مش انت عندك الكوره دي موجوده اهي، اهي اللي هي دي، اللي هي دي مثلا، انا هقف على دي كده واجي هنا كده دروب، واروح جاي واخد الماتيريال هتبقى موجوده هنا، عايز احط ماتيريال تانيه باخدها هنا كده، واروح جاي مركب ماتيريال زي ما هنا هاخده النهارده، هتبقى لك ولا دي هتروح ولا دي هتروح. امتى تروح؟ لما انت تيجي تلغي بايديك دي. يعني انا هاجي اخد دي من هنا، وده مش شرح ماتيريال عشان زمايلنا لو حد جاي متاخر. بص هاخد مثلا صوره وليكن مثلا ده اهو، جت دي، ما دي ما لهاش علاقه بيدي، ده سلوت بينزل على اوبجكتس وده سلوت بينزل على اوبجكتس، الاثنين مستقلين. طب تاخدي حاجه كمان يا فاطمه، لو انت جيتي مسكتي دي كده ولغيتي، الحق يتلغي. اتلغي. طب دقيقه واحده بس، هي لما تتلغي من هنا بتاثر على ده؟ لا. انتوا حد معايا يا ولاد ولا فين؟ طب عايز تمام اجيبها تاني؟ ماشي عادي براحتك، تعالى امسكها دي كده وتعالى خد الدروبر دي وخدها هجي لك تاني، وتعدل فيها وتلغيها لو عايز، وملهاش تاثير بره عادي. وصلت يا فاطمه؟ ما وصلت، بس يعني حتى اللي هي الماتيريال اللي هي في البي اي نفسها ما كانتش، يعني ما بتتحطش، ما طب بتظهرش.
طب انا عايزك يا فاطمه تعملي شير معايا شويه، عايز طب هينفع؟ ثواني افتح الفايل بس، طيب او ابعت لحضرتك الفايل. ماشي، بس المشكله انت هتبعتولي، انا عايز حاجه عندك انت على جهازك عشان اشوف المشكله عندك. طيب حد يسال حاجه تانية برضك قبل ما هي انا ايه؟ اسال يا هندسه، معلش يلا يلا من غير انا معلش، براحتك. ربنا يخليك هندس، انا الشغل بتاعي طالع كرتوني شويتين، طبعا طبعا، وده كنت تمام؟ هقول لك عليه ليه بقى كرتوني. هقول لك لان الشجر انا ما عرفتش احط له ماتيريال، فحطيت له ماتيريال بلون، ما انا هقول لك تمام؟ بقى، احنا من ساعه ما احنا اتولدنا انا عمري في حياتي ما شفنا شجر، اللي هو الشجر ده البني، البني قدامي طبعا اللي هو خشب، ما شفتوش. اكيد وبيني وبينك واحنا في مصر انا عمري ما شفت شجر بالنظافه دي، صح؟ بالظبط. تمام، على الاقل بيكون في عاليه طرق، مش اعتراض على حاجه، بس بقول لك فيما هو واقع. لا لا، انا عارف ده والله، لا انا شايفه. مش اعتراض على واقع ملموس، يعني مش اي اعتراض ان الشجر مش نظيف، ده حاجه طبيعيه، بس اي انا بتكلم حتى في الاماكن، في التجمع، في مش عارف في اكتوبر، في زي حتى ما ده طبيعه. فانا اعمل ايه؟ اروح انتقي الكتله اللي هي بقى فيها ماتيريال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما هاجي عرفتش هنا كده، احط الماتيريال بتاعها انا عليها. هقول لك بقى تعالى هنا ونختار نفس الكتله بتاعتك اللي انت ايه قلت اللي هي دي، تعال نشوف هي فين. انت عارف هي اسمها ومكانها فين صح؟ والله ناسي تقريبا، دور مش مهم ما يهمكش، ممكن اجيبها. اهي ممكن تكون هي دي على فكره، اهي في كتير هما نفس القصه، اوكي، اختار اللي على مزاجك. اي بس حاجة، خد اي بالك، مزاج. لا مش اي حاجه، ما هو انت خلي بالك فيما هو، يعني انت مثلا ما تاخدش حاجه زي كده وتحطها مثلا على باب الفيلا او على باب كذا، مش هتمشي. طبعا فانت اكيد، انتقائك للشيء برضه، خد بالك دي يعني مثلا ممكن دي اوكي، ماشي، زيرو دي سبعتاشر 017 في فوليوم 31، حاجه هنا كده باك 017 في فوليوم 31، ادي 31 اهو. اول حاجه انت هتعملها يمين ان انت تروح تفك، ما هو مديك هنا فولدر مابس، ده تقريبا في المحاضره اللي انت اوكي. ما جيتش فيها، واجي اقول له هنا على الديسك توب هفك الفولدر اللي هو بتاع ايه؟ بتاع المابس، بتاع مين؟ بتاع كل الفوليوم، خلي بالك يعني انت فكيت بتاع كل الفرح ده. طب انت هتحتاجه؟ ما انت لو عملت اركايف هياخد اللي يخصه بس. معايا؟ تمام، ادي الموديل، هي كانت 00 كام انت قلت؟ 17 كانت 0 17. 17 اهي، واجي اقول له هنا اكستراكت، واجي اقول له هنا على الديسك توب اقول له ماشي خلاص، هو كده فك لي 17. فين 17 يا عم الحاج؟ اهي كليك يمين، واجي اقول له هنا اكستراكت هير، هتجي لك هنا، واروح جاي واخدها هنا كده ايه دراجت هنا مرش. جت؟ اه جت 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 بالماتيريال، جت. يعني انا ما ليه حطيتلهاش حتى. ليه بقى؟ عشان انت عملت هنا اكستراكت للماتيريال، فولدر الماتيريال اللي انا فكيته فين يا اولاد هنا؟ انا لسه فكه اهو اللي هو. اوكي، طب يا نهار اسود، هو الشجره فيها كل ده؟ لا طب، طب ما امال ايه؟ كأنها شجرة. اه طب طب ايه، طب انا عايز بتاع الشجره بس، طب انا هعمل ايه؟ لما تيجي تخلص شغلك وتيجي تعمل اركايف ليه ده هياخد اللي يخص الشجره فقط. يعني انت تيجي تعمل هنا اركايف ليه ده اهو. خلاص؟ وهاجي هنا كده على الديسك توب وهاجي اسمي الفايل ده هنا مين؟ سيب. يقعد شويه. بس يا باشمهندس انا عملت كده وبرضه يعني اللي ما انت دخلتش عايزاه، بالماتيريال. طب اللي انت عايزاه قولوا. بص ادي ده الفايل بتاعك يمين اهو، اوكي بص يمين كده ادي يوزر اهو، وجابك على الديسكتوب. الله الحق، ده في صوره مستخدمه اهي مش عارف دي ايه، وفي صور تانيه مستخدمه اهي مش عارف دي برضك تبع اوكي ايه، وادي هنا جاب لك الصوره اللي ثلاث صور بس اللي تخص الشغل من الفرح بتاع تمام الماتيريال. يبقى انت كده تمام الزيتونه بتاعتك وانت بتتحرك ان انت تعمل اركايف. طب معلش دقيقه تمام واحده، هو انا كل شويه هعمل اركايف؟ لا انت تعمل اركايف مره واحده وتشتغل من الفولدر بتاع الاركايف بتاعك، يعني اسيف عليه. اه تسيف بقى عليه خلاص الموضوع خلص، وهو ده اللي انت ايه هتتحرك بيه. طيب وصلت؟ استنى حاجة، معلش في سؤال تاني. قول لما بقى. جيت اعمل السيراميك، لما كنت بختار ماتيريال سيراميك من اللي عندنا في المكتبة بتاعت حضرتك، ما كانش بيجي معايا، كان بيجي لونها، ما كانش بيجي معايا تقسيمتها، ومش عارف ايوه اروح قوي، اسكيلها. اقول لك دي احنا خدناها المره اللي فاتت في ايه؟ انا ممكن اللي انت اكون نسيتها بصراحة. لا براحتك مش مهم، انت لما هتيجي تاخد هنا مكتبه، انهي مكتبه؟ من اللي هي المودلز ولا اللي هي الشيدرز اللي هي دي ولا انا الفيري خدت من ماتيريال؟ مودلز اوكي اللي هي دي ماتيريال، سوري، اللي هي فيري ماتيريال كومبليت في ماتيريال ري ولا؟ ماتيريال. طيب هتيجي نخش دي كده، وادي الماتيريال اهي، وانت جيت خدت منها سيراميك صح؟ انت خدتها من اي فولدر؟ اركتكتشر، يعني لقيت في فين هو؟ اركتكتشر اه حاجة متقسمة. اوكي تعالى كده ونخش للكتالوج، الكتالوج بتاعك اهو،
تفتكر كانت رقم كام؟ يعني هو لو اي حاجه فيهم متقسمه مش براحتك. مشكله. انا قلت حتى انا يعني انا مش ما انت لاقي خد اسود، بالك، هي بس اي مثلا حاجه، ممكن اخد ما هي الالومنيوم. اي، ما هي الالومنيوم دي ما فيهاش صور، ده الالومنيوم دي عباره عن لون ميكس، احنا لسه ما خدناش ماتيريال حاجه، فدي اوكي، ميكس يعني مش التقسيمه اللي الوان. فيها دي مش موجوده، مش فين هتظهر هي؟ لي، فين هي؟ دي ما فيهاش تقسيم، انا اللي هي بتكلم على دي. اربع. ايوه دي. اوكي، دي رقم، دي الومنيوم مش عارف كومبوزيت مش عارف كذا، ماشي باك، هي انهي واحده؟ اهي اللي هي دي، هاخدها هنا كده وتحطها في الفولدر بتاعك اللي انت بتشتغل بيه اهو، بيس، هتكليك يمين وهاجي اقول لون اكستراكت، هتطلع عندك الفولدر بتاع الماتيريال اللي هو ده اهو. طب اوكي انا ده هشغله ازاي؟ انا هاجي هنا كده جوه الماكس، وهاجي اخش هنا جوه الماتيريال بالظبط، هتعامل معامله الايه، البسين او ميه البسين زي ما احنا جبناه برده. كل ده احنا لسه ما خدناش ان احنا نصنع بطريقه بروفيشنال، انت ازاي تصنع ماتيريال، احنا لسه يا دوبك عندنا ايه في البدايه، نرمي معاك مش موجوده، بس يعني ايه، حاجه ادوس على السهم الصغير اوبن ماتيريال لايبرري اهي، واجي هنا كده يا فاطمه اهي جات لي، هنشوف فين هي اهي، دبل كليك اهي جات لك لون. طب دي واحده بقى، بالظبط. هي بتتكون من ايه؟ طب هنا مفيش امات زي ما احنا عملنا، تمام. طب تعالى كده هنا الكوت ماتيريال مفيش، طب ارجع كده هنا كده باك، طب اخش على الماتيريال دي، دي مجرد لون، ودي هنا ريفلكشن لون، وهنا الكوت اماونت والكوت ماتيريال والجلوسنس ماشي. لا يبقى دي كده من الماتيريال نفسها، كده في حاجه هي شخصيا ناقصه، اوكي، يعني الاوبشن اللي موجود عندك في اللي اتعمل ده، ممكن يكون منتر اي، ممكن يكون اي حاجه تانيه، بس هي مش موجوده هنا، يعني الايفكت بتاعها مش موجود. تعالى تاني تمام. برضك ايضاحا برضك، تعال نخش تاني ونخش مثلا لحاجه فيها صور زي ده كده، او فيها زي طوب مثلا ده، او اي حاجه فيها تقسيمه، الموزايك بالظبط. الصغنن ده، اوكي بانيو مثلا مش عارف مين، ماشي اللي هو لونه اخضر، تعالى هنا كده نشوف هو فين، حرف البي ده باثروم اهو، هو يا ده يا ده، اللي هو 9408. بس نرجع هنا باك، اللي هو ده ماشي كوبي، ارجع هنا كده باك اهي، ايه كليك يمين اكستراكت هير، لو فيها صور هتنزل لك بالصور زي دي كده، اوكي خلاص هاخدها من دي كده، وهاجي برضك هفتح الماتيريال اهي، واخش على الفي ري ماتيريال، واخش من هنا او بالماتيريال لايبرري اهي، وبقول لو سمحت على الديسك توب اللي هو ده اهو، دبل كليك جالك بيه بالتربيع بتاعك، جات لي بالتقسيمة. اوكي خلاص. تمام. فدي بقى من عيب من الماتيريال نفسها، مش عيب، هي معموله بطريقه وهي هنا مش موجوده بنفس الطريقه، اوكي هتاخدها كده وتمسك دي كده وتيجي تقول له هنا ادي اساين وشو اهي، هتجي لك عليها وتعملها تايم زي ما احنا هنشرح. اوكي واقدر انا اخدها بعد كده بقى، يعني اغير لونها. براحتك طبعا، هتشوف اوكي هنا مثلا انت عندك، احنا خدنا يا دوبك الديفيوز المره اللي فاتت، الديفيوز ده اوكي فيه صوره، والصوره دي معمول لها ميكس اهي، تايلنج اهي، شايفها؟ اوكي ادي الصوره. طب معلش انا عايز اغير اللون، هغيره ازاي؟ هدوس انت عندك على الميكس دي، وفي عندك وظيفه اسمها كلر كوركشن، هي دي. انا قلت لهم المره اللي فاتت او يمكن اللي قبلها، انا ما بحبش ان انا اعدل الالوان من هنا، ما بتبقاش بطريقه بروفيشنال، فاهم؟ لكن ان اضطريت فده متاح. بص فوق، وصلت؟ وصلت انت. تمام، تمام، شكرا على السؤال الحلو، ربنا يخليك. انت يلا خش على اللي بعده. طب يا باشمهندس انا الفايل فتح، بس انا عايزاك تشوف بقى من اوله، يعني ماشي تطلع ماشي. فيه مسج كده بتطلعها. طب يلا اعملي شير. ازيك يا جهاد؟ ازيك يا رضوى؟ كل واحد منكم عليه 2 اسامي زياده. تمام يا باشمهندس. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا جهاد؟ ليكي وحشه والله يا بنتي. الحمد لله، عليك ربنا يخليك يا باشمهندس. عليك 2 تاسك زياده عشان ما سلمتيش عليا، انت ورضوى. ما حضرتك كنت بتشرح يا باشمهندس والله. طعيني عادي عادي ولا يهمك. طيب بص، ده اللي انا قلته من شويه. بص كده معايا دي واحده. هو هنا بيقول لك ايه هنا يا مينا؟ بيقول لك ميسنج اكسترنال فايلز، يعني هو في فايلز خارجيه هو بيدور عليها مش لاقيها، شايفه؟ انتوا حد معايا يا اولاد؟ اهي.
معاك يا هي باشمهندس. اللي هو في الموديل اللي هو الارش مودلز اللي هو 52 003 مش موجود. حلو؟ طيب اديني ابروف ده كده يا فاطمه. حلو؟ وانا هقفل الفايل ده اهو كلوز وهبداه تاني. بس امتى بقى هبداه؟ امتى؟ فاطمه فين الفولدر اللي هو بتاع اللي فيه المودلز؟ اعملي مينيمايز كده للماكس. بس لا مش فاهمة. فين المودلز اللي انا مديها لك اللي انت فكيتي منها الكلام ده؟ هي دي؟ لا طب افتحيها كده شوفيها هي فين. الفولدر بتاعي اللي انت جايبه منه المودلز. الشجر يعني ممكن، بس بصراحة مش فاكرة يعني. طب فين الفولدر بتاعي؟ من جوه هو ده لا الفولدر، فولدر المكتبة. المكتبة. اوكي يعني، بس انا لسه ما عملتهاش كلها. طب دي مشكلة تانية، لو انتوا عايزين المكتبة تبقى نازلة كلها كاملة لازم تنزلي ال 25 جزء ويتفكوا كلهم سوا. خلاص؟ ازاي هنا يتفكوا بقى كلهم سوا؟ بص، انت لما تيجي تنزلي ال 25 هينزلوا مضغوطين كأنهم كتب مضغوطة كده، هتكليك يمين اكستراكت هيطلع لك الفولدر بتاع تامر حسن اللي عندك بالظبط. ثواني، لكن طب انت انا هنا هو عندي هنا استني بس، جيبه لك. انت طب قولي لي بس فين. بصي انت كل واحد من واحد انت لحد سبعه هتلاقي فيه نفس العناوين دي. لا لما تنزل 25 جزء يمينه وتفكهم هيطلع لك فولدر واحد اسمه تامر حسن عليه كل ما كل جوه. خلاص انا هاجي هنا كده اخش عندي على المودلز اشوف بقى فين 52 او ايه دي. بصي هتلاقيه ناقص. انتوا معايا يا ولاد ولا فين؟ معاك يا باشمهندس. اهي حاجه 52 اهو اهو مينا اهو ادي المابس اهي يا مينا. ما حضرتك، ما حضرتك، سوري معاك. اكستراكت اكستراكت اهي وادي على الديسك توب واعمل لها فولدر كمان. اوكي كده انت هتفكي مين؟ المابس بتاعت مين؟ بتاعت الفوليوم كله مش بتاعت الشجر بس، عشان عشان توفري الكلام ده هتعمليه اركايف. خلاص كده تعالي نقفل بقى اصحابنا دول كده كلهم. هي نزلت عندي هنا على الديسك توب. فين هي يا حاجه؟ هو كان نيو فولدر بس مش عارف انهي واحد ده. طب بص معايا يا فاطمه، يعني هو نزل جوه نيو فولدر طب اعمل ريفرش كده. في المابس. لا مش ده اهو، ده بقى كانت ماتيريالز ودخلتها ومعرفش اختفت فين. نيو فولدر تقع. بصي وادي مابس اهي اهي هي دي. حلو كده. تعالي بقى نفتح الفايل بتاعنا العادي اللي هو ده. على فكره انت في عندك مشكله، انت فاتحه 2 ماكس. ايه المشكلة؟ انا هيضايقك، هتلاقي الدنيا هنجت، هتلاقي في حاجات خزعبليه طلعت. خلي بالك كده انا بفتح الفايل من اول وجديد خالص. هو بقى بيروح يسيرش على الحتت اللي فيها ماتيريال، لقاها هيظهر ماتيريال يمينة، ما لقاهاش مش هتظهر. تمام. طب استنى، طب ما انت فكيتها اهي وما وردك وراح ده، ما هو مش عارف الباص، الباص ده فين؟ هات له هنا كده ايه براوز وجدله على طريق الايه الفولدر فين هو. هقول له هنا اد، انا نزلته جوه نيو فولدر على الديسك توب. كان نيو فولدر 2 اهو، واجي اخش عندي على المابس اهي واقول له هنا يوز باث. شكرا. اوكي يروح هو مدور اوتوماتيك من نفسه الحقيقه هم راحوا فين، بس لان هو خلاص اتعرف على مكانه. بص بقى كده خلي بالك اللي بيحصل ده كمان عشان هي فتحت نسختين ماكس. ده هي بس الفايل الثاني عشان خاطر يعني انا لو فاهم طلب. انا فاهم، بس هو الموضوع تقيل بالنسبه لك. جيت كمان يا باشمهندس اجي اعمل رنج، ايه عمل لي ابيض شاشه بيضه كده سودا. قعدت كتير قوي احاول فيه وهو ابيض واسود. بص هو كده المفروض نازل ماتيريال. حلو شفتها؟ مش نازله ولا حاجه. تعال نعمل ريندر بقى، لان انت احيانا ما بتظهرش عندك هنا، ممكن تظهر في الريندر بس.
هو كده في حاجه مش مظبوطه عندك يا فاطمه. بقى هي ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف بقى، هو انت شلت اللايت ولا شايف ان في شمس اهي؟ لا ما شلتش لايت اي، حتى المنوره اصفر. وهي انيبل ده يعني. ماشي طيب نخش بقى يا اولاد ريندرينج. خلي بالكوا عشان الخطوات دي ممكن تجنن برضك اي حد وهو مش فاهم فيه ايه، يعني هو مش قادر يستوعب. طب انا كل حاجه الدنيا ما عندي مظبوطه والنتيجه مش مظبوطه حاجه كده، وهي باكت ودي 12. لا دي مش هتخلق. اللوك بتاع اللي هو السين اللي هيحصل له بتاع، ايوه مش معمول على الكاميرا، معمول على الكاميرا. انت كنت فين من الصبح؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا عمال انادي عليك من الصبح، عليك تسكين زياده. ما سمعتكش والله. ماشي انا هاجي هنا، دي الفرونت، هاجي اخليها هنا اهو كده، ده الجيري كاميرا، وهاجي اعمل لوك. وخلي بالكم برضك يا اولاد انت احيانا بنعمل لوك وده بيهيس، يعني تلاقي كل حاجه مظبوطه وهو عامل لوك وهو مش شايف دي. افتحيها واقفليها. هاجي هنا كده وادي هنا. هو تقيل قوي يا باشمهندس فرندر، طبعا معرفش ليه. وكتير قوي الاكسبوجر ده، خلي بالك ده كتير قوي 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 يعني. هو الحاجات دي ما يعني ما اعرفهاش، انا ما اعرفش ان هو عمل اكسبوجر كذا مره. معلش هاتيني وقتي، ما تستنيش محاضرة وهاتيني وقتي. عرفتي بقى ليه هو بيطول؟ بروت ليه فورس بقى؟ مش ما دي مش اتفقنا. ريديانت تمام. خلي بالك انت عندك يا رب بروت فورس ده مهم برضه، ده هم اصلا خدوه وعملوا عليه كورونا. يعني حد عارف اللي هو كورونا ريندر؟ هم اللي بدعوا موضوع اللايت ميكس او ان انت تنور وتطفي بعد الريندر. فطبعا الفي ري خدها. يعني هم اصلا الكورونا قايمه على ده، ما فيش غيرها. خدت بالك؟ واجي هنا خليها هنا كده فيري لو. طيب انا السيتنج دي انا ما جتش جنبها، يعني ايه اللي ليه؟ حصل؟ ليه؟ ايه السبب؟ ما دي لا انا لازم، مش قصدي ما ما دي جتش لازم جنبها، انا ما غيرتش حاجه فيها. لازم تغيري. هي اتغيرت ازاي؟ انت لازم علشان تغيري. انتي ما حفظتيش السيتنجز، يعني كل ملف بيفتح السيتنجز بتاعته طبعا بتريفيرت للديفولت تاني. وده واحد ونص، وده كلر مارجن، ده جامد كده تمام. المفروض بقى ان هو ينور. وممكن نجرب حاجه برضك يا اولاد، ان انا هاجي هنا كده من عند ستاندرد واقول له لو سمحت شغال اللي هي الاي بي. طب واضح ان في اعتام. طب الاعتام ده ليه بقى؟ اللايت ماب فايل واز نوت سبيسيفايد. لايت ماب فايل. ماشي طب ساعتها كده انا هروح جاي ماسك هنا اللايت ده واقول له مؤقتا، وراح جاي قايل له هنا كده لو سمحت اديني هنا ادي اللايت، واجي اخد من هنا ادي هنا في ري اهي، الحركه هتيجي تاخد هنا ادي في ري لايت، واروح جاي سوان كليك في اي حته. وكان في تظبيطات دي الماوس. مش هنعملها صن. ايوه انا هعملها صمت، بس انا اخترت دوست بس هو ما سمعش الكلام، يعني الماوس على اهي لا خلاص. ودي بصفه مبدئيه هعمل ايه يا فاطمه؟ هروح جاي رافعها عندي هنا كده يمينه من على الارض، ادي موف اهي، اوكي نورت حتى قدام عينك اهي. خدت بالك؟ المشكلة كانت في الشمس. تعالي كده واجي هنا اكبر سايز مالتي بلاير. ماشي مفيش مانع. شو السكاي تمام، الجراوند اهي. ولازم يبقى عندك صبر يا فاطمه، يعني كذا غلط ماشي مش مشكله. دايما عارفه وزع انت كتير من المشاكل. انا يعني امبارح كده والله طول اليوم بحاول تقليل انظم نفسي. والله هندسه، والماكس يعلم الصبر اكتر من الصيد. طبعا ده حقيقي. وبس انا عايز اقول لكم حاجه، هو يعني هو يعلم الصبر او كل حاجه، بس هو فلوسه حلو. انا مش بشتغل في السوق، بس اصحابي اللي هم شغالين في السوق، انت سنه واحده بتبقى انت صاحب مكتب او صاحب شركه، فخلي بالكم يعني الموضوع حلو مش وحش. بس محتاج مجهود شوية. معلش بس المجهود قصاده فلوس، وهو اه ده ده المطلوب. حقيقي. والمطلوب ان انت تشتغل حلو، بس هو يعني اصل هي معادله فاهمه، اه ما لازم الواحد يسعى. بس لا اكثر ولا اقل. بص كده هاي البريز. يبقى كانت المشكله عندك يا فاطمه فين؟ في الشمس. لا اهو طلع ابيض. اصبري بس عليه. هو بيرندر. انا من رايي هنا انك ما تشاهدني بالعكس. عايزة دلوقتي محتاجة دلوقتي. انت كنت بتجيلي في الدنيا تمام؟ اللي هي مدة الريندر بتعتمد على قوة الجهاز؟ طبعا وكارت الشاشه كمان طبعا. الماتيريال بتقل الريندر صح؟ والفيرتسيز كمان
كمية الفيرتكس انت عندك هي لسه الدنيا شغالة معاه وهي 400,000 تقريبا. خلي بالك انا لغيت الشمس. هنا في والفكرة حاجة في الشجر ده هندسة بيبقى كتير جدا. طبعا، ما انت هتعمله بروكسي او هتعمله برو اوبتمايزر، بس هو برضك خلي بالك انا شلت الشمس والدنيا ولعة كده، في مشكلة. الجامعة ولا ايه؟ يمكن لا في الكاميرا. وممكن الكاميرا طبعا طبعا يعني ممكن بالرغم ان هي عامله كاميرا صح، بس ممكن تكون الكاميرا بايظه أنا او فتحت كل حاجة، فتحت السيتنج والكاميرا لا لا هي والشمس مش برضه هتبقى ما عرفتش المشكلة بص منين. مش هتعتبر ان انت فتحت، انت هتضطر تشيلي وتحطيها تاني. عملت برضه كده. بصي على جاي هنا، ادي الكاميرا اهي، واجي هنا كنترول سي ثم سي اهي خلاص. وانا عايز اشوف برضك يمكن هي حاطه لايت برضك كتير، يعني ممكن اجي هنا من تولز دي ري لايت ليستر اهي، وشوف هي حاطه ارقام كام. يا نهار اسود ومنيل، لا ده هي ده الإضاءات الداخلية أعتقد، ولو صح؟ برضه ماشي. انا يبقى عشان اتخضيت بس تلفت. لا انا اتخضيت لحاجه، بفتكر ان القيمه نفسها 3000. لا هي طلع منطقيه صح لا مش 150,000. 3000. مش الواوي يعني، مش اللي هو اللي هيوقع الدنيا. انا اتخضيت بس خلاص، فهرجع اعمل كده ريندر اهي. هو ايه الايرور اللي الفي ري بيعمله؟ عشان احنا لسه حاطين لو سيتنج. بس هي لسه لسعة جامد. ممكن نشوفنا مع بعض شوية هنا؟ بس هو تقيل يا فاطمة. هو تقيل تقريبا اللاب يعني. بص انا بقى شخصيا لما بنفس الستبس دي هكون انا شغال وبشيك على الفايل بتاعي لو هو في نفس الايرور. حطها فين يا فاطمة الفايل؟ هاتيك انا نادي عليه يا فاطمة. ماشي، هدوس عليه ضغط لك. اختار سيلكت اول، وانت برضك بتعملي سيلكت. بص كده هل في حاجات خزعبليه اللي هي حروف او ارقام مش مقروءه يعني، واقول له هنا اوكي. ماشي، انا مش عامل حاجه، انا كده كده انا عامل لايت، وكده كده انا عامل كاميرا. بص انا حافظ سي اللي هي الكاميرا، واجي اقول له هنا شيفت اف اهي تمام، ومش هدي له اي حاجه غير هنا من ريندرنج، واجي اقول له هنا كده على انفايرمنت. انا يا دوبك هدي له ايه، في ري سكاي فقط. خدت بالك؟ وهحمي اجي هنا كده وراح اعمل مش هعمل اكتر من كده يعني.
هو حد شايف حاجه؟ لا مش مهم. لا، على الحاجات اللي هي الارقام الخزعبليه اللي هي الياباني. اوكي. انا عايز حد يشاور كده عنده على الجهاز يشوف دي بيطلع اللي هو الحاجات اللي هي على ايه مش مهندس؟ على اي، يشاور بس على سب ديفيجن، يشاور على اي حاجه يشوف كده في حاجات خزعبليه هتطلع اه، عشان ممكن يكون الماكس نفسه عندها فيه مشكله. هو ده كراك الفايل ده كراكت ولا ده اللي بلايسنس؟ قصدك الماكس؟ الماكس اه نفسه؟ لا الماكس. هتلاقيه كراك، هو طلع خدت بالك، طيب وما بس هو في حاجة مش مفهومة يعني، حضرتك تفتكر المشكلة في الشجر؟ ما انا اعتقدش. بس خلصت هي الورق وعملت معاه، لا لا ما اعتقدش، ده هو في حاجة. عملت كل حاجة تتخيلوها. انا حاسه بيكي يعني. مين دي، مريم ولا مين؟ صوتك يا مريم تقريبا، ولا رضوى؟ لا انا رضوى، اصل انا قبل رضوى ما اطلع بتاعي قعدت اللابتوب هنك كتير وقفلته ورجعت له تاني وقعدت معاه شويه يعني. خلي بالكم برضه، هو انا ماشي ورا ستيبس اللي هي المنطقيه، عشان لما يكون في حاجه غلط او الايرور من الجهاز ابقى انا فاهم، فاهمه يعني؟ هي كده ما عند... هي كده ما عندهاش اي حاجه خالص يعني، بس الدنيا ولع، الدنيا ولع. ليه بقى؟ هو انا ممكن اقول حاجة، بس هو كمان جوجل كروم بياخد كتير من الرام على فكرة، فيعني حاولي برضو ما تسيبوش مفتوح طول ما انت شغال على 3 دي ماكس، لما والله تبقيش سايبة كذا ابلكيشن شغالين مع بعض. اه جوجل كروم بجد بياخد كتير قوي من الرام، يعني بيفضل دايما واخد حاجات، ف نحاول ما نخليهوش على طول شغال جنبي كام حاجة تقيلة، لانه ساعتها اللابتوب كله هيهنج. اوكي، بس انا لما جيت اشتغل ما كانش مفتوح جوجل اصلا. قصدي يعني حتى لو حاجات تانية، يعني حاولي برضو تخلي بس ال 3 دي ماكس مثلا، حاولي تخلي 3 دي ماكس بس هو اللي شغال، يعني كل حد ما يخلص حاجته وبعد كده بيفتحي حاجة تانية، بس عشان كتر الابليكيشنز المفتوحة، وطول ما تفضل مفتوحة فترة طويلة بتهنج اللابتوب لأنه هو قوي لا لا، يعني. هو مش منطقي، ده في ابيض ورا، انا يا دوبك ما حطيتش الا الفيري سكاي بس فقط. تمام، فتحت الكاميرا. طيب يا باشمهندس يمكن نبات اهي فيها. الكاميرا. طب يا باشمهندس، هو ممكن يكون العيب في الإضاءة؟ مين ايه؟ معلش قولي تاني كده كده. العيب من إضاءة الشمس مثلا intensity بتاعتها حطيتش عالية؟ شلتها، ده انا حطيت سكاي بس. ممكن ممكن يكون في هندسه مش من اللي هي عملت لها بيك للليد لايت، محطوط كده ولا كده، فضارب نور جامد. احنا خدنا المش لايت المره اللي فاتت، خدنا مش وبيك وعشان الليد لايت وكده. طب احنا خدنا الفيرا لايت ماتيريال بس تمام. يعني بريفلي كده. طيب دي الوحيده اللي ممكن، اللي هي ممكن ممكن تكون حاطه لايت ومش ظاهره يعني، هي لو حطت فيري لايت ماتيريال ممكن ما تبقاش ظاهره. دي الحاجه الوحيده، انا كده طفيت كل الاضاءات اللي موجوده. طب هو ممكن الايزو مثلا ممكن يكون عالي، الكاميرا مثلا ما كده. هي ما لعبتش ولا احنا يعني، هي ما لعبتش فيها ولا اتكلمنا فيها في الجزئيه دي. وحتى انا عملت كاميرا تانية اصلا لو انت خدت بالك طب يعني، هو كده الفيري مسج اللي بيقول ان في ايرور ده، هو ما بيديناش الايرور ده ايه المشكلة فين؟ اهو بيديها لك فوق اللي هي في الريديان. هندسه، هو في في السايد فيو اللي في الفرونت في حاجتين كده يعني، المربعين اللي فوق دول ايه؟ دولت جايين مع البلوكية بتاعت الشجر. طب ما ممكن يكونوا هم دول، لو حضرتك مسحت الشجر الريندر يظبط. عملت كده والله ما ظبطش بقى. ممكن يكونوا هم جايين معاهم في اي حاجة يعني. وارد طبعا. ولا اي حاجة، ده هو تقريبا فاهم، مفيش ولا اي حاجة حاجة، اتغيرت، ده لغز جامد اوي. لا ولا لغز ولا حاجة. نقفل بقى الريكورد عشان نسجل، عشان بص انا بسجل تمام تاني عشان سلام مذاكر يا احمد. بص يا انا بسجل حبيبي، عشان خاطر كنت اقول احمد وميرنا، بس احمد جه ميرنا كده خلاص. المشكلة كلها كانت في الفايل، ان احنا كنا هنا الجامع، مش الجامع اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي ايه الاف نمبر، كانت 1.4، فدي كانت عاليه قوي، كانت حرقه الدنيا يعني. هتروح انت جايه يا فاطمه بقى مظبطه الدنيا، هاجي هنا كده يمينه وراح جاي ريندر سيت اب، اوكي وراح جاي قايله هنا مظبط الريزولوشن بتاعتي. ايه الريزولوشن بتاعتي؟ اللي هي نقاء الصوره وفي نفس الوقت مقاسها، ده الستاندرد يا فاطمه 800 600 ماشي.
طب انا عايز اخلي شوط طولي، فانا هاجي هنا كده للارتفاع بدل ما هو 600 اخليه هنا 1000 متر، يبقى انا كده بتحكم في طول وعرض الشوط. مش عارف يا فاطمه انت شايفاه ولا لا، واخش كده فوكست كده اهي خلاص، واجيبه هنا كده ايه يمين شويه، بتظبط الكادر لا اكثر يعني. يبقى انت كده لما هتيجي تعمل ريندر الريشيو ده عجبك هحط لوك، خد بالك، واجي اكتب هنا اهو كده، وانت بتعملي فاينل الشوط ده هحطه 4000 او 4500. حد معايا يا اولاد؟ واعمل ريندر. تمام ايه معاك. اللي حط 4500؟ عشان انت هتعملي فاينل هاي لا ريزولوشن ايه بقى. هو، ايه هو اللي حط 4500؟ مش احنا خدنا اولاد البيكسلز اللي هو اللي اللي هي كميه حصل الريزولوشن او درجه نقاء الصوره، ان انت كل ما بس تيجي مش عارفه احفظهم قوي، بس ما يهمكيش، اللي هي كل ما تيجي تعملي زوم كده تقدري تشوفي التفاصيل اللي هي ايه من غير ما تكون مبكسله وفيها مربعه. بص اقدر اشوف التفاصيل الصغنونه دي بس كده خلاص كده تمام دي يا فاطمه. لا تمام، انا تعبتكم معايا كلكم بصراحه. لا انت مش واخده بالك، ده انت قلت سؤال حلو، واللي احنا عملناه ده كل واحد منهم بيقع فيه تمام، فعلى الاقل هو عارف الوقت لما يجي يمشي سيكونس كده ايه، لو عنده خطأ ما يزهقش عشان عنده تسليمه، هو مش كل شويه هيروح يعيد يمينه ويعيد الشغل من اول وجديد، صح انت فاهمني؟ خلاص انت كده عرفت، يبقى انت لما تقع في نفس الموقف ده اوتوماتيك هتخش على ايه، على الكاميرا وتشيك عليه. طيب فاطمه انت كده عندك سؤال تاني يا فاطمه ولا حاجه؟ لا انا تمام كده. فاير سيف بقى وعايز اشوف شغل حلو، ولو في حاجه هاتيني وقتي. انا كنت عايزه اسال سؤال، اتفضل. هو احنا ازاي نعمل البارز والغائر في الماتيريال؟ ما دي بقى اللي هناخدها دلوقتي. بص اللي احنا خدناه المره اللي فاتت كله بالرغي بتاعه بالسايد بالاكتر من سايد احط عليها ماتيريال، بالسؤال بتاع احمد ان انا كنت بشتغل بالحب من غير مقاسات وهكذا. انا عندي هو نفس الشط بتاعنا ده اهو تمام، ومحطوط فيه يا دوبك شمس، وبرضك خلي بالك يا فاطمه انت نسيتي تعملي اللي هي الفوتون ايمت ريديوس، اللي هو الريديوس اللي هو الريز اللي جاي لي من الشمس هتغطي انهي مساحه، اللي هو ده يا فاطمه انا لاحظت عندك ان انت مش مكبره. اوكي طب تمام هاجي كده وهاجي اكبر ده، عايز ايه اعمل حاجه؟ عايز اروح حد اللي احنا عملناه المره اللي فاتت عايز ابتدي ان انا اعمله. طيب في سؤال بس، دلوقتي انت هتروح تفرش شقتك طيب، او هتروح تشتري السيراميك بتاع الشقه، مش انت بتكون محدد قبل كده وهتحط هنا ايه وهنا لون ايه، بتكون مجهز البلان بتاعتك بتاعت الفرش، مش ده بيحصل؟ طيب يبقى انت المظبوط. ما مت... اه اهلا وسهلا فين الشغل؟ طب يلا انا لا ده انا هقطعك الوقت ده، كل لا واحده لا من والله انا المجموعه، عملته عملته كل واحده من والله انا المجموعه قالت لي عملته لازم احمد عملته ياخد تاسك زياده، ومين قال لازم ياخد خمس عملته تاسك زياده؟ ماشي عملته على والله، بس التدليسات السوداء. الواتساب فيه مشكلة على فكرة. طيب ماشي، عشان انت قلت لي ان طب هم بس خلي بالكوا احمد بعت بس لي هو في امتحان مشكلة لكل عندي. حبيبكم. يبقى قول لي لا بيقول لي اكمل بس دي بس واقول لك، بص دي طيب كده زي مراجعه للمره اللي فاتت مش مراجعه، طيب ان انت تروح تعملها عملي يعني. بص فانت بتروح تعمل البلان بتاعت الماتيريال بتاعك، بتكون انت مجهز الصور اللي انت هتحطها اهي. استنى انت بتقول لي ان انت هتروح تحط باركيه في الارض، هو ايه ده؟ انا ملاحظ ان هي نفس الصوره يا يارا، الله وهي دي بس نفس الصوره، هو كل واحده من دول ليها مغزى، ده اللي احنا هنعرفه بقى. انا هاجي هنا اهو وهاجي على الارضيه وهاجي هنا كده يمينه، وهاخد اي سلوت من دولت يا جهاد وهعمل اساين وشو. ليه اساين وشو يا جهاد في الاول؟ عشان العيال دايما بتيجي تحط الماتيريال وتنسى تعمل اساين وشو وتقعد تلف، هو ليه الماتيريال ما طلعتش؟ ثم حاجه هنا كده من ديفيوز، انت عايز تحط يمينه لون؟ لا ده انا عايز احط خامه الباركيه. تمام هاجي من المربع الصغير وهاجي هنا من الفرح الكتير قوي يا احمد ده، انا هقفلهم كده اهو من جوه مابس، اخش على جنرال هختار بيت ماب، وهاجي يا فاطمه هاخد الصوره. فين الصوره اللي انت مجهزها اللي هي في بلانك اللي هي دي؟ فاطمه انت عاجباك الصوره دي فاتحه شويه؟ قالت لي لا انا عايز اغمقها شويه. ادي هنا اوفر رايد، واجي اقول لو سمحت انا هغمق لي الصوره اللي جايه اخرها خمسه، غمقها يعني زود او اقلل درجه البرايتنس فين في الصوره دي، مش بتكلم في الكادر ده تاني، مش بتكلم يا ميرنا في الكادر ده، انا بتكلم على الصوره اللي هحطها في الارض. ماشي واجي اعمل هنا كده ادي اساين واجي هنا شو. طيب انت كده مجرد ان انت رحت عملت دراج للصوره، خلي السؤال او المشكله اللي تطلع لك هي الدليل بتاعك للخطوه اللي بعد كده. طب انت ايه رايك يا يارا، هل السكيل بتاع الارضيه حدا حلو لا مش حلو؟ طيب يبقى انت اوتوماتيك هتعملي كبيرة ايه؟ أوي.
هروح اعمل تايلنج، احنا اتفقنا ان دي سور. واحمد ساعتها المره اللي فاتت قال لي هي كده بالحب، قلت له اه، وما زلنا هعمل دي بالحب لحد بعد شويه. هقول له كرر لي الصوره دي 4 مرات في الاكس زي ورق الكوتشينه كده يمينه بتحطه جنب بعض. انت اوكي بتكررها 4 مرات في الاكس واربع مرات في الواي اللي هي اليو والفي. خلاص مناسبه يعني، مناسبه معقوله، مع ان شكل الباركيه يعني عره شويه بس ماشي. احنا عندنا باركيهات للصبح واللي احنا عايزينه هنعمل ماشي، وفي باركيهات كمان من ماتيريال جاهز وهكذا، وهنطلع ونشتغل. طب خلاص انت خلصت هنا كده؟ اه طب تمام. هرجع هنا اهو الصفحه اللي ورا زي ما مينا كان بيقول. خلي بالك في الحته دي كنت بروح اكرر، بروح اعمل لها انجل وادي لها درجه روتيشن مثلا، او اروح اعمل كروب زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت لو حد فاكر. تمام هرجع صفحه ورا. طيب قبل بس ما اكمل، انت عملت ايه؟ انا هرجع هجيب دي كده اهي، واحنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انا عندي عشان اروح اعمل اي ماتيريال هي عباره عن ميكس ما بين ديفيوز ريفلكت ريفراكت كده، انا بصنع 95% من الماتيريال. طب الخمسه اللي باقيه اللي هي في الميه دي كانت فين؟ اه اللي هي طلقة المابس، بمب، اللي هي المابس اللي هي اه الافكتس. اللي هي البمب، طيب انا البمب هاجي اقول ايوه اللي هي دي. طب انا هنا جاي بقول لك هنا كده يا مينا الصوره دي روعه، التكتشر وشكل الباركيه حلو. هتقول لي ايه يا مينا؟ لا هو مش حلو، انت لسه ما عملتش حاجه، انت يا دوبك جيت لزقت لنا صوره. طب ايه المطلوب تمام منطقيا؟ هو الباركيه ده بياخد وش ورنيش او وشين اوكي لميه او مط. طب انت عندك الكلام ده هتعمل فيه ايه؟ عندك الضلع التاني اللي هو ريفلكت. ايه الريفلكت ده؟ اللي هو بيديني درجه انعكاس. هنا الريفلكشن عندك يمينة يا اما بدرجه لون اسود فكده ما فيش ريفلكشن خالص، يا اما ابيض فده بيبقى فول ريفلكشن. شايفه؟ تمام انتوا حد معايا يا اولاد؟ ايوه زي الازاز معايا يا هندسة. ايوه مع حضرتك. سؤال بقى صغير، مين فيكم واقف قدام مرايه النهارده؟ يعني عادي كلهم اعتقد. وانت معديه بتصرعي شعر اي حاجه يعني. طب اه مين مثلا وقفت قدام مرايه بس ما فيش نور، النور كان قاطع، ولا بلاش النور قاطع عشان من ابو لمس يعني، ما فيش نور، كنت انت طافيه النور، خدت بالك؟ هتشوفي ايه في المرايه؟ مش هشوف كويس يعني. ولا اي، لا بلاش، ما بشوف فيش حاجة نور، مش وبالليل حاجة وبالليل مش حاجة ما فيش حاجه اصلا. فانت عندك هنا انت اه اديتي له اوردر ان هو يبقى فول ريفليكشن ابيض خلاص، بس الجلوسنس دي اللي هي درجه الاضاءه اللي مخليه اللمعه عامله كده، اللي هي كل ما تنقص كل ما الاضاءه هتبعد وهيبقى مط. يعني لو انا جيت خليتها مثلا 0.5، بص الكوره عامله ازاي، خليها مثلا هنا 0.8 مثلا، بص بص انت عندك صوره عامله ازاي، يبقى انت عندك درجه الريفليكشن لوحدها مش كفايه، لازم اغير الجلوسنس كمان بتاعي. حد معايا يا ولاد ولا فين؟ تمام طيب يبقى معنى كده ان الضلع الثاني اللي هو في الريفليكشن ده، خدت بالك، ما بين لون اسود وابيض، اسود ما فيش ريفليكشن خالص، ابيض فده فول ريفليكشن، وبيتاثر بالجلوسنس اللي هي درجه اللمعه او درجه الاضاءه وقربها وبعدها عشان تديني اللمعه، اللي هي واحد بتبقى فول جلوسنس او بتبقى زيرو بتبقى ايه؟ مط على الاخر خالص. طب في زيتونه صغيره قبل بس ما نخرج من الجزئيه دي، الفلاش ريفليكشن لو انت عايز يبقى فيه مرايه يعني، شيل علامه الصح، يبقى الحاجه بتاعتك كلها تبقى مرايه، شايفها؟ اوكي يعني لو عايز اعمل مرايه هعمل اللي انا عملته اسود ابيض اشيل الفلاش. مش قصتنا دلوقتي، بس انا عندي سؤال مهم المفروض حد يساله، سؤال مهم قوي. هنعمل ايه في الريفراكت؟ لا لا ما عندهاش علاقه بقى بالريفراكت، الريفراكت دي اللي هي شفافيه، واكيد الباركيه ده ما فيهوش شفافيه، يعني انت بتستخدمي الثلاثه ميكس سوا. المفروض لكل ماتيريال بيبقى ليها درجات معينة مثلا من الريفلكشن، ده المفروض طبيعي، نعرفها. اه ده طبيعي. لا هي مش المفروض تعرفها، انت بتعرفها يا اما بالتجربه يا اما بالماتيريال الجاهزه بتبقى موجوده بتاعتها. يعني انت اي ماتيريال من الماتيريال الجاهزه، بصوا في فولدر اسمه ماتيريال سيتنج، ده مش عارف انتوا عايزين ده اه ولا أنا لا. ستيل مش عارف أنزل مكتبة على فكرة. طب بص، طب ما تجيلي، مش انت في مصر؟ عدي تعالى وخدها. كانت في الغردقة دلوقتي. طبعا هيص انت وسيب لي، ما تلعبش في التاسكات بتاعتي طبعا. والله 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 عملت تاسك زيادة كمان. ماشي، طب مش كنت عارف تقول ما لي شفتوش. كنا كنسلنا الكورس وكنا رحنا الغردقه ودينا بومبا للمجموعه كلها. طب يلا احنا فيها. بص اللي بيبيع، بقول لك المجموعه كلها هنبيعها. يا ساتر يا رب. طب بص، شايف حد شايف ده؟ اللون ده نعم بتعمل كذا والجلوسنس ده قد كذا.
شاف حد منكم عايز الكلام ده اه ولا لا؟ احنا عايزين اصلا. ايوه اه يا ريت. بكام تاسك يا رجاله؟ موجود اصلا خلاص. ولحضرتك بص تاسك بص بص اللي بيقطع عليا ده، بص بيقول بقى ايه؟ موجود ماشي، هو موجود خلاص، انا غلطان، هو موجود في الفولدر بتاعي، انا غلطان اللي اديتكم الفولدر اصلا يعني. ماشي ماشي، في حته انا بجاوب بس على سؤال احمد، هل الكلام ده بنقدر نعرفه؟ اه ده ريفرنس موجود حتى في المكتبه الجاهزه بيبقى موجود فيه. وانت بالخبره وباحساسك انت يعني، انت مثلا مين فيكم شاف باركيه مثلا قريب؟ هو ما كانش باللمعه دي عندي ابدا. دلوقتي اه هو مش ما كانش كده، هو كان ممكن يبقى ماشي. مثلا 0.65 مثلا مات كده مثلا. وتبص هنا شايف حد؟ شايف ده؟ اه ايوه طيب. بس انا عندي هنا كده مشكله وسؤال مهم قوي يا مينا، لازم حد يسال، مهم قوي. إيه، لازم نعمل اساين تاني. لا لا هي زمان هو انا مشكلتي مش الفيكتور بتاع في الاضاءه الباركيه. يعني، في الريفراكشن او الكلام ده، مشكلتي دلوقتي في ان هو يعني اكيد برضو بيبقى فيه سن التكستشر ان هو بارز غطس بتاع يعني، اه مش انا فلات انا كده. اه بص، والسبيسنج هو انت كلامك صح، بس في الباركيه مفيش الكلام ده. الباركيه بيبقى املس، الراجل بيدي له وش صنفاره بالمكنه الكبيره بتاعته، وش اثنين ثلاثه بيبقى عارف عامزه الحرير. ممكن اوكي، اه بس يبقى كلامك ستيل صح، اه يبقى كلامك صح في السيراميك او that should be البورسلين يعني، او السيراميك اللي هو اللي تيتشر خشنه، او الخشب انا اللي هو فاهم صدقني، بس هو برضه ال HPL بيبقى فيه سنة صغيرة يعني. الاتش اوكي بي. اه وال لا HDF كمان. تمام، بعمل انا الكلام ده منين؟ في عندك افكت بعد شويه هاخده عندي من النفس، بس لسه ستيل دلوقتي السؤال هنا هو في الريفلكت. اوكي نطنشه وخلاص، مع انه سؤال يعني درجه لا الواقعيه مليار في الميه. طب ها مريم الفنانه فين؟ احنا ممكن نحط ماب لا في الريفلكت برضه. اه ما احنا في الجزء، ايوه مين اللي قال ممكن نحط ماب؟ رضوى، ليه بقى؟ علشان في بوكس جنبها. طيب ماشي يا رضوى، بص هو هي دخلت رضوى في الاجابه هي صح، بس هو مش عشان في بوكس جنبها، هو دلوقتي انا خلاص انا خلصت الماتيريال واديته لمعه، هل منطقي يا مينا ان انت عندك اللمعه تبقى هنا بره زي تحت الترابيزه؟ لا ما ده ده مش منطقي، عشان يبقى انت الإضاءة. اي عشان الاضاءه. فانت بالظبط انت كل اللي عملته ايه؟ قلت له ان اللمعه بتاعتك تحت الترابيزه، تحت الارض، فوق الارض، هي كلها نفس اللمعه، لان انت قلت له ان الريفلكت بتاعك لونه ابيض صح؟ تمام لا انا مش هعمل كده بقى، انا هروح هدي له خريطه، بدل ما ادي له لون ابيض هدي له الخريطه اللي هي دي نفس الصوره بس اللي هي الجراي بتاعتها، فيها ابيض وجراي وغامق وفاتح، فاللون ابيض هتبقى درجه انعكاسه اكتر من الاسود، اكتر من الجراي. انتوا حد معايا يا اولاد؟ يعني بدل ما لا ادي له لون واحد. نعم لا مش مع حضرتك. مش ولا معايا؟ لا مع حضرتك. اه فانا عندي هنا بدل يمينة ما اديله اللون ده، انا هاجي هنا كده اقول له لو سمحت ادي هنا بيت ماب وخد الصوره الجري، تبقى هي دي دليلك للانعكاس. بس خد بالك يا مينا، لازم يا احمد تيجي تكررها نفس التكرار، احنا قررنا ان دي 4 و4 يبقى 4 و4. حد معايا ولا فين؟ طبعا ده ملو ده ملوش علاقه بدرجه الايه؟ اللمعه. عايز تقرب اللمعه بتاعتك براحتك يعني، ممكن اخليها 0.8 بس برضك بناء على الخريطه اللي هي ايه؟ لونها فاتح، هتبقى درجه الريفليكشن بتاعتها اكتر من كده. دي تديك الواقعيه، بدل ما يبقى كله بيلمع، لا انت معاك صوره، حدد مين يلمع ومين ما يلمعش. انتوا معايا ولا فين؟ معاك. تمام طيب ده خلي بالك انت كده بتصنع الماتيريال اللي احنا كنا بنجيبها جاهزه زي المره اللي فاتت، تفضل حاجه صغيره اللي هو زي ما احمد كان بيقول، اللي هي حته ان انا احس بالملمس، اتحرك بايديا احس ان هي خشنه. حته البارز والغائر دي كنا بنعملها منين؟ في عندك اخر حاجه اللي هي اسمها بامب، جوه عنوان اسمه مابس، ده الايفكت اللي هو اسمه بامب. باجي من هنا واخد الصوره اللي انت مجهزها، ادي بيت ماب، وهاجي اخد الصوره دي اللي هي الاوت لاين بتاعها ابيض واسود. بس هو في سؤال بس، هو انت جايب الصوره دي عشان تعمل العرانيس بس اللي هي الفرق ده؟ لا عشان اعمل فرق برضو ما بينهم، يعني ما بين ما انا بقول لك انت خلي بالك، امر بامب وبيديك البارز والغير على اساس لونين، لون ابيض ولون اسود. انتوا حد معايا ولا فين؟ ايوه كل حاجة ضربتها حلو هدخل فيها ديب اكتر. تمام، حلو كلامك صح، بس في سؤال، مش احنا احيانا في الحمامات والمطابخ بيبقى اصلا اصل السيراميك خشنه شويه عشان ناس ايوه عشان الناس ما تزحلقش؟ ايوه ايوه طيب الكلام ده امتى يحصل؟ لو انت عايز البلاط او السيراميك ما فيهاش الا العرنوس والباقي ناعم، يبقى ده من جوه لازم يبقى ابيض. لكن لو انت هتدي له تيكشر زي كده، هو هيستخدمها في البارز والغائر.
حد معايا ولا فين؟ اوكي لا ابيض هيبقى املس، اسود هيبقى بارز وغائر، طب جراي على حسب درجه الجراي على حسب ما هيطلع وينزل. لو انت عايز الكلام من جوه يبقى املس يبقى اللي من جوه ده هجيب جريد فاضيه ابيض خالص. حد معايا ولا؟ هو احنا ممكن نطبق ايوه الكلام ده الاول عشان يعني نشوف ما انا بفهم، انا بفهمهولك الاول عشان تقدري تطبقي. كام. طيب يعني انا هاجي هنا كده وجيت قلت له انا هاخد دي كده وهدي لها، انا بتكلم في بامب، وهاجي هنا تمام اقول له ان انت عندك التايلنج بتاعك هو هو نفس التايلنج ده. بصي اهي 4 في 4، وهاجي اكبر دي كده، هي دي بتغيب شويه مش عارف حد شايفها، حاسس انها فرقت اول ولا مش مجمعينها قوي. مش مجمعها أوي الصراحة. لا باين اوكي عامة، تمام باين. حلو، تعال نزودها. هي خلي بالك انت عندك البامب ممكن بلس 1000 وماينس 1000، يعني ممكن ازود طبعا في الباركيه اكيد مش هعمله 1000، بس انا بقول لك يعني بص ادي هنا 1000 اهو، انت شوف بس كده الفرق. ولا اصبر عليها بس لحد ما تجمع، هي بانت في الصغيره وهتبان في الكبيره، هتشوف فرق. تمام. شوف نعم في بس دي قويه جدا، بس هي خلي بالك هي بتخدمك في حين انها عرنوس بارز وغائر فقط. وصلت؟ ممكن خلاص اخليها هنا ماينس، دي اللي احنا استخدمناها في الزخارف اللي كانت على المسجد. برافو عليك يا عادل. يعني كده أي حاجة أنا عايزة أركبها لازم أنزل منها 3 صور يعني. حلو قوي، سؤالك بصي كده، بصي الاول شوفي دي كده تمام عشان ايه اشيلها وارد على سؤالك، دي كده تمام يا ولاد؟ أيوة تمام تمام كده. تمام طيب تعالى تمام بقى نرجعها اللي هي ايه 30 وارد على رضا او مريم، صوت رضا ومريم قريب من بعض. بص انا هاجي هنا كده وهاجي اقول له لو سمحت في عندك ويب سايت مهمه مش عارف اتكلمنا فيها، اللي هي البولي هيفن اللي هي ايوه بتاعت الاتش دي ار اي، ايوه في من ايوه ضمنها ايه يا يمينه؟ ما اعرفش انت حضرت معانا ولا لا. حضرت ال دي ار اي الراجل ده ما ايه ده؟ بيتكلمش وكل صوره من صور التيكتشرز اللي هو مديها لك مديك ليها 3 صور يا راجل، يعني مثلا ادي بركيه اوكي، بص كده الصور اللي هو مديها لك جاهزه، اوكي انا مش هعمل حاجه، سايت في منتهى النظافه، سايت محترمه جدا يعني، انا واقول له دخلت لو سمحت عليه محترم قوي. وده لي زبد فايل، بس خد بالك هو بينزل لك صور فول اتش دي 4K كمان، ممكن اخلي اقللها وممكن ازودها، خدت بالك؟ وصلت؟ وصل. طيب ايوه تعالى بقى نعمل ريندر لحته صغيره، يعني حاجه هنا كده ادي ريندر اهو او ريندر اهو. بصي تعالى نعمل ريجن مثلا على حته صغيره كده. طب متهيألي كده الدنيا بقت أوضح شوية عن المرة اللي فاتت صح؟ ايوه احسن. ظهرت كده بس ممتازة صح؟ كواليتي الصراحة وحشة أوي. أيوه أظهرها إزاي بقى؟ أعمل الكلام ده إزاي؟ أنا هطلع هنا من ريندرينج. فاطمة فاطمة هي كانت كانت فاطمه بتسالني بس على موضوع الريزولوشن، ان هي تتلخبط منه عشان كده بنادي عليها. هنا يعني ايه ريزولوشن يا فاطمه؟ انت شايفه الباركيه كويس يا فاطمه صح؟ ممتاز بنون صح؟ حلو، خلي بالك انا بتكلم على البكسله مش بتكلم على النويز، النويز دي بتاعت السب ديفيجن، لكن هنا البكسله ان انا مش شايف تفاصيل الايه؟ الشغل بتاعي او الباركيه بتاعي. فانا هاجي هنا كده للريزولوشن اللي هي دي. انا هعمل هنا كده فايل سيف عشان لما اقفل وافتح ما ارجعش في الكلام ده. خلاص؟ هاجي يمين اروح جاي هنا، انت هتجرب بعد كده شويه بعد شويه اللي هو الوحشه والحلوه، هتدي مثلا كده 2500 وادوس انتر هيروح مزود لي نفس القيمه. انت عملت ايه يا فاطمه دلوقتي؟ انا رفعت عدد البيكسلز في الحته الايه في الصوره اللي انا هعملها ريندر عشان اقدر اشوف تفاصيل البرد، وهعمل ريندر. تعالى نشغل الهيستوري هنا، الهيستوري ده مهم خلي بالكم قوي. ادي اوبشنز اهي، وادي هنا كده ادي الهيستوري اهو لو حد فاكر يا رجاله، معاك يا هندسة حد فاكر موضوع الهيستوري؟
أيوة. شوف كده الموضوع هيبقى فارق، او شكل الباركيه فارق او ظهر. فاطمه ظهر طبعا، بص ظهر شكل فكرة كويس. بس ثانية احنا بس احنا بنقلل الريزولوشن دي عشان احنا بنعمل تيست مش اكتر. وصلت؟ وصلت يا اولاد؟ نجاح وصل. احمد؟ طيب حد يعرف يجربها؟ وانا ممكن بس معلش الفايل هندسه عشان انا تقريبا ضاع اللي مني انت يعني. عايزه. لا مش مهم، ابعته لك تاني حالا دلوقتي، بس حد يعرف يجربها ولا حد يحب يعيدها تاني؟ ولو عدناها تاني برضه هتبقى حاجه كويسه. طيب تاني يلا، بس حد يماليني بقى، واحدة واحدة، واحدة واحدة سوا. أنت قلت لي من شوية إن أنا بالنسبة لي إن أنا أروح أجيب صور ده حاجة كويسة، أو إن أنا أروح أجيب ماتيريال دي حاجة كويسة، وخلي بالك برضك أنا مديك هنا غير المكتبة دي، أنا مديك أنت ممكن تروح تستخدم صور. يعني أنت مثلا عجبك حاجة هنا ممكن تشوف الصور بتاعتها، مديها لك هي والجراي. هي واللون الجراي بتاعها. اوكي يعني تعال ناخد خشب مثلا، المربعات مثلا، أو أي حاجة تعجبك. هنشوف مثلا باركيه او حاجه يكون فيها الجراي بتاعها. او حاجه ممكن نعملها داونلود اصلا من هنا. انت لسه قايل لنا ممكن موضوع حجر داونلود، مثلا، ممكن نخليها حجر. هنحط في الارض حجر، ولا انت عشان تبقى ماشي مع موضوع الغردقه؟ فطبعا ايوه ما انت قاعد بتبلبط هناك وسايبنا كلنا هنا في الحر، انت اللي بتجيبه لنفسك الكلام ده على فكره. نرجع باك اهو. طب حد يا اولاد يختار، يلا اللي فوق، اللي فوق في واحدة فوق بني. ايوه دي. دي. لا بلاش حجر في الارض، ممكن نعملها في اي حاجه. انا هوريك موضوع الحجر وان هو يبقى بارز وغير ازاي، بس اختاروا حاجه باركيه لجوه. ناخدها الأرضية مثلا. السوداء اللي فوق دي، دي شكلها حلو. اوكي هاخد دي ماشي، ده شكلها. انا بس معلش انا ممكن اجي اقول له انا عايزها وان اخليها فوق 1 تي او 2 تي عشان حجمها يبقى صغير بس، هي واخد بالك؟ ريزولوشن الصورة هتأثر على ال طبعا طبعا طبعا، لان انت لما تخليها 8 كي، بص انت عندك حجم الفايل كام انت هتنزليه؟ حد شايف؟ تعالي هاي نخليها هنا كده 1 كي، بص هنا داونلود. سان برضو يعني. بس احنا انت الشغل انت ممكن تنزليه 4 كي، ممكن 8 كي زي ما انت عايزه يعني. هو ده هيأثر على كواليتي الماتيريال وهي بتظهر في 3 دي ماكس كواليتي ثرو. طبعا طبعا هي كده اعتقد هي نزلت اهي، وهاجي يمين. احنا لسه ما عملناش خطوات ولا حاجه يمين، ده يا دوبك بعمل داونلود للحاجه اللي احنا هنشتغل تمام. اهي. حاجه هنا رايت كليك واقول له هنا اكستراكت، ويستحسن ان انت تعمل فولدر عشان ايه ما يبقاش في فايل مزوغ منك ما انتش عارف هو كده اهي. واجي رايت كليك واقول له هنا كده اكستراكت هير اهي، اهو وادي بيكتشرز اهي. ايوه هتشايف. يلا بقى واحده واحده، ومديك الاي اكس ار بتاعها. حد فاكر موضوع الاي اكس ار؟ لا لا ايه موضوع اكس ار ده؟ واحنا بنعمل سيف للفايل بي ان جي او تي اي اف. لا احنا لا ما خدناش ما الكلام. قلناش الكلام. حلو قوي، دي زيتونه ثانيه، زيتونه ثانيه مهمه. طب احنا خدنا اللي هي موضوع سب ديفيجن وتقسيمه البيكسلز. ايوه بصوا بقى، فانا عندي هنا ادي الصور اهي، هركبها ازاي؟ هو حتى كمان حاطط لك مين هيتحط فين. حد شايف؟ ده ديفيوز. هاجي هنا كده وهاجي احمد على الارض اللي هي دي، وهاجي اقول له هنا كده ادي ديفيوز، وهاجي اختار هنا اي سلوت، واجي اعمل هنا اساين وشو اهي، وهاجي كده يمينه من عند ديفيوز، وهاجي اخد بيت ماب، وهاجي اخد من هنا الصوره اعتقد اللي هي دي متهيألي. تعال ناخد ادي الصوره. عاجبك كده لونها ولا غمقها؟ كويس تمام. اوكي واجي هنا كده ادي اساين، واجي هنا كده ادي شو. ماشي كبيره قوي. طب تعال نعمل لها تايلنج، تعال نخليها مثلا 5 اهي، لا خليها 1، واجي خلي ده 3 مثلا ونشوف كويسه كده ولا اكتر؟ 5 مثلا. ساحت كده كويسه، ممكن هنعرف أربعة بالبامب مثلا بقى. كويسه كده. كده تمام. كده لسه كويس خلاص حلو. هرجع كده واروح جاي هنا كده جاي للريفلكشن اهو، واجي اقول لو سمحت انا عايز بيت ماب وكل الصوره اللي هي الجراي بتاعتها اللي هي دي، واجي اقول له اديله نفس التكتشر او نفس التقسيمه 1 ل 4 خلاص. وهرجع هنا جو تو بيرنت، بص بقى تلمع ازاي.
اقول لا لو سمحت مش عايزه تلمع كده، وهاجي اخلي هنا اللوسنس، اخلي هنا مثلا 0.75 ماشي. طب التكتشر بتاعتها انا عايزها بارز وغائر، فهاجي هنا كده من مابس واجي اخش عندي على بام واجي اقول لو سمحت ادي هنا بيت ماب، وحاجه اديله الصوره اللي هي الابيض اللي هي دي، وبرضك هديله نفس التقسيمه من جوه اللي هي واحد وهنا اربعه. قيمه البارز والغائر متحدده عندك فين؟ اللي هي جنب كلمه بام اللي هي تمام. دي، شايفه دي كام؟ دي 30. اه كويسه ولا ازودها؟ أعتقد في ده كويسة، ده ما بيبقاش بارز وغائر اه تعال نعمل أوي كده يعني. رندر. اه بانت مش قوي، لا اعتقد ممكن نزود البارز والغائر حاجه بسيطه. خدوا بالكم اه الباركيهات، ماشي. الباركيه ما بقاش في بارز وغائر قوي. بس اه ممكن بسيط بس عشان عشان كده برضو يعني سايح كده قوي. ظهر اه بس خد واضح عشان بالك، الإضاءة. بس خد بالك انت عندك هنا في شايف النقط البيضاء دي نويز، ده سب ديفيجن ده. ده سب ديفيجن. خلاص تعالى هنا كده كانسل وما تستناش، واجي اخلي هنا البامب اللي انت حاطه مثلا سي مثلا 30، انا اخليه هنا مثلا 150. ياه اضرب فوق وتحت عشان بس ده تجرب فرق وتشوف. كبير. اه طبعا عشان تحددي لنفسك نسبه في النص تشتغلي عليها. ظهر اه دي مش وحشة يعني، بس الفواصل ظهر بزيادة يعني، هي برضو مش للدرجة دي. انا عشان كده انا كبرت 105. وصلت ولا عيد تاني؟ انا ما محتاج حد يرد. أنا بالنسبة لي وصل. تمام. هو تمام. طيب لا طب أنا شايف يا إن احنا نجرب. طب جرب وابعت لي يعني برين سكرين وابعت، وانا هبعت لك الصور دلوقتي حالا. ماشي على نفس الفايل اللي هو الانتيرير ده. اه وهبعته لمينا وانا هبعته أنا تاني. لقيته يا هندسة. تمام. طب خلاص تمام. بص انا هبعت الفولدر اللي هو فيه الصور ده، اعتقد هبعتها لكم المره اللي فاتت متهيألي. يعني الصور دي اعتقد انا بعتها المره اللي فاتت فاطمه، متهيألي انا هبعتها تاني. اهي. وفي حد بعت حاجه اعتقد ده احمد. بس ماشي. الصور انا بعتها ولا تاني؟ والصور اللي انا نزلتها هبعتها لكم برضك اللي هي الصور الجديده. انتوا رحتوا فين؟ مع مع حضرتك حضرتك كان انا لسه معاك الصور لسه شوية. مفيش حاجه وصلت. هو طيب مش الريزولوشن اللي احنا بنعدل في الويدز والهايت صح؟ ايوه بالظبط، برفعها عشان اقدر اشوف تفاصيل. تمام. طيب لحد ما احنا جينا كلمنا واحمد كان بيسالني السؤال ده، احنا كل شغلنا كده بالحب. انا مش فاهم يعني ايه بالحب، يعني انت لما جيت حطيت البركهيه دي او البركهيه دي انا ما اعرفش مقاساتهم قد ايه، يعني دي كام بركهيه احمد انت هنا، البركهيه دي كام واحده مع انت حضرتك. مش عارف يعني. طيب احنا هناخد فرض، فرض اللي هو ايه؟ ان كل واحده من دي صوره، مجرد صوره، انا شخصيا ما اعرفش مقاسها، بس احنا هناخد فرض ان الواحده من دي 25 سم، يبقى الاربعه دول كده كام يا حاج يارا؟ متر متر. ودي كده ما كام متر؟ ماشي متر. يبقى انا كده عرفت كده الفرضيه اللي انا حطيتها وهشتغل عليها. طيب فانا هاجي هنا كده وهاخد اي سلوت تاني يا فاطمه، وهاجي هنا كده يا مريم من ديفيوز، وهاجي هنا كده من بيت ماب، واروح جاي واخد الصوره اللي انا مجهزها زي ما اتفقنا في البلان اي اللي هي دي، واغمها او افتحها وهكذا نفس المشوار. خليها مثلا هنا عشان تبقى فيه اختلاف، خليها ثلاثه واقول له هنا اوكي. طب ما هو ده اللي انت عملته.
واجي اساين وشوم عشان ما حدش ينسى، وادي تايلنج، لا انا مش هلعب بقى في تايلنج، ما انت هتلعب في ايه؟ انت اوفست. لا انت بتقول لي هشتغل بالمقاسات. طب هي دي كده مكتوبه كام سنتي ولا كام ملي ولا ايه؟ رقم ايه ده؟ معرفش. انت دلوقتي شغال بأني يونت سكيل؟ تظبط مقاسك الاول هنا كده يمين يونت سيت اب، واشتغل انا شغال بالسنتيمتر. حلو؟ تمام. طيب ظهرت هنا مقاسات ولا حاجه؟ لا عشان تظهر هنا بقى لازم اقول له هنا تك على مين؟ يوزر ايه يونت لول سكيل. سكيل تروح ظهر، تروح ظاهره هنا ايه؟ سنتيمتر هتروح انت جاي كاتب المقاس الفردي اللي انت حطيته اللي هو كام؟ 100 و100. تروح جاي يا ابو حميد ظاهره البركيه فين؟ على الارض صح؟ ظهرت اهي، حد شايفها؟ لا بس ده ايه يعني؟ ما ده البركيه اهو على الارض. البركيه ما مش باين على البركة الارض؟ هي واحدة كده. لا مش انت أنا مش حطيت، المفروض نكتب متر في متر. مش انت حطيت تكايه هنا اهو اللي هي دي؟ لازم تروح تحطها على مين؟ البارامتر. هي هي اهي، انت ماسك الارضيه لازم تحط هنا علامه صح. بس انا اشيل الشخبطه دي وهدي له هنا التكه. ظهرت؟ ظهرت؟ يبقى انت ايوه بتحط التك هنا اهو، وتيجي تكتب له هنا المقاس الفردي اللي هو بتاع الصوره اللي هو متر او مترين او اي مكان اللي انت محدده، اللي هو اللي انت عارف مقاس البركيه طول وعرض كام، هيبتدي ان هو يحطها لك. وصلت؟ تمام. باشمهندس، هو ايه الفرق ما بينها وما بين لو جبناها من موديفاي عادي؟ ليه يو في دبليو ماب؟ هي هي، بس احنا لسه ما خدناش يو في دبليو ماب الا بالحب يعني. تمام. طيب هاجي بقى اعمل الريفلكشن اهو، يعني انا هاجي هنا كده من ريفلكت اهي، واجي اقول له هنا ادي بيت ماب، وهو هو اللي انا عمله. هاجي هنا كده الصوره ماشي، بس بدل ما احط تايلنج هنا هقول له هنا ايه؟ يوزري وورد سكيل. واروح جاي هنا كده يا رضوى، اروح جاي كاتب له ال 200 في ال 200 سايز، ان مقاس الصوره 200 في 200، وهو يكررها على حسب عرض الاوضه. يعني لو الاوضه دي مثلا 4 متر هيبتدي يكرر مترين مترين لحد ما يخلصوا الارقام. هرجع باشمهندس هناك كده معلش، بس. ممكن تعيد اخر حتة؟ انا ما فهمتهاش. ليه انهي واحده؟ احنا ليه عملنا الصورة؟ يعني حضرتك جبت صورة قلت هنعدلها مترين في متر، انا ما فهمتش. لا ما قلتش مترين في متر، انا قلت لك هناخد الصوره دي بمقاسها، هناخد فرضيا ان الصوره الملونه اللي هي دي مثلا الملونه بتاعتها اللي هي مثلا عشان ما حدش يتلخبط، الصوره اهي اهي، هناخد فرضا ان الصوره دي مقاسها انا قلت الجنينه دي 25 سم، فالاربعه كده بقت متر، فالاربعه بقت متر. فانت هتيجي هنا كده في الصوره اللي هي دي في الديفيوز، هتحط التك هنا اهو، وزي على اختها هنا برضك في اصل الكتله الشيب اللي انت ماسكاه، واكتب هنا المتر في متر، بعرفه ان الصوره اللي عندك دي متر. طب هو استفاد ايه من التعريف ده؟ ان لما الصوره تبقى متر وعندك هنا مثلا الريسبشن ده عرضه 4 متر، يبقى هيكرر لك الصوره كام مره؟ 4 مرات. 4 مرات. يرجع هنا كده باك، هاجهد وهاجي هنا في ريفلكت، واجي اقول هنا بيت ماب، مش جهاد انت اللي سالتيني؟ هاخد دي كده اهي، واجي هنا يوز، واجي اكتب هنا متر. مين اللي سالني من شويه يا ولاد؟ انا يا باشمهندس جاهد. طيب واجي اكتب هنا متر. طب انت كده فهمتيها ولا؟ اجاد هي دي، انا اوريدي كنت فاهماها، حضرتك جبتها في الاخر. جبت ايوه انا فاهماها يا مهندس. هرجع هنا كده باك صفحه لورا، واللي انت عملتيه في ديفيوز اهو، هاجي هنا كده ادي بامب، واخش من هنا يا احمد، واجي هنا بردك بيت ماب، وهاجي اقول له لو سمحت انت عندك، هاخد الصوره اللي هي دي اللي هي الاوتلاين، وهاجي هنا كده يا يارا، واروح جاي كاتب هنا يوز، واروح جاي لازم الكلام ده يبقى مطابق عشان يبقى على نفس الخريطه بتاعت الجراي، على نفس الخريطه بتاعت الالوان، عشان يديك الايفكت صح في مكان. طب قيمه البارز والغائر انا بغيرها من هنا، البامبا اهي، وادي قيمه البارز والغائر بتاعك اهو اللي هي ايه، ادي بامبا نخليها مثلا 60 وليكن مثلا. وصلت؟ تمام وصلت يا ولاد؟ بقيت الناس تمام ساكتة؟ يعني هو انا لو نسيب بقى هندسه، يعني الابيض فين والرمادي فين والكلام ده هقول لك يعني. لو انت نسيت، يعني انت كده كده انت فهمت، خدت بالك؟ لو انت نسيت، في الصور اللي انت بتعملها داونلود بتبقى موجوده عندك، اسمها دي للبامب، ودي للديفيوز، ودي ريفليكشن، وهكذا. اوكي خدت بالك؟ يعني الصور هنا هي اهي، في عندك صور لما تيجي تعمل ده تعملها داونلود، ان في واحده للبامب وواحده للريفليكشن. تمام.
خلاص. بس انت المفروض طب انت هما اللي تبقى، جنبهم دول بتوع ايه؟ انا هقول لك. طب لحد كده في مشكلة؟ تمام انت. هي الصور اللي جنبهم بتاعت ايه؟ ما انا هقول لك لسه، هقول لك لسه. اه تمام. عشان خاطر سؤالك ده ناخد امتحان بقى، ايه رايك في يا تمام كده كده ان شاء ندبسه الله. فيه، ندبسه فيه تقيل يا يارا ولا خفيف؟ والله انا هندسه شايف بيقول لك حاجة. واتساب، بيقول لك كنا خدنا الامتحان وبعتناه. لا 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 لا، هو لا لا اختار حضرتك اصعب حاجه واحنا كده كده مش اصل خد هنعرف بالك نلعب. هو، اصل خلي بالك هو الوحيد اللي هيبعت، اللي هيمتحن هو احمد، خد بالك. طب ليه؟ هنطلعه ليه؟ ايه ماشي، انت اللي عشان انت طلبته. في الغردقه يا باشا. ايوه طبعا والله، خلاص مين احنا اسال، بس ده في شغل يا جماعه. ولو في الغردقه ولا مش الغردقه، خرجت بره الزحمه في القاهره ولا لا؟ طب والله كنت هسأل حضرتك ازاي اعمل التكنيك لا اللي هلعب بيه. بدل ما تسالني كنت اقول لي هتيجي يا جماعه معايا الغردقه اه ولا لا، يعني طب يلا حضرتك احنا فيها اجمع الناس واجيبهم. ماشي. طيب طيب اعمل دي بقى ازاي؟ اللي ورا انا بتكلم على الحيطه اللي هي الحجريه، خلي بالك انا مش بتكلم ان انا ايه، انا مش عايزه، مش عايزه ازرق صوره، انا بتكلم ان هي بارز وغائر كده. ايوه متموجة يعني. دي طب بامب برضو ولا ميكس فانكشن؟ ماتيريال. خلي بالك البامب هو يا دوبك قيمه العرنوس فقط، قيمه البارز والغائر فقط، يعني خد مش بالك. بيعمل حاجات. في حد تحت رجله سيراميك دلوقتي؟ ايوه هتلاقي ايوه الفرق ما بين كل سيراميكا والتانيه يعني يا دوبك قيمه 3 مللي او 4، 3 مللي حاجة بسيطة. حاجه هوا، ده اقصى حاجه ممكن تتخيلي ان هو الزخارف اللي على المسجد مثلا، ده اقصى حاجه ممكن هو يعملها. انما البارز والغائر الشديد ده، هو احنا خدنا ممكن عندنا كان ايديت بولي، وكان في حاجه اسمها بوش بول، انت فاكر؟ تمام. طب هل يمكن، هل يمكن مثلا، طب اللي ما ردش ده فاكر ولا نسي؟ يعني احنا نعمل بوش بول في يا واحده بس البوكس استني، طب انا نفسه. هقول لك، اللي ساكت ده نسي بوش بول اللي هي بتاعت ايديت بولي. يا نهار اسود منيل، حد يرد عليا؟ نفتكرها طبعا ده. انا قلت ان انا فاكره عادي ان هو مسكتش بس. طيب نفتكرها، حاضر يا جماعه. بس قبل ما نفتكرها، بس هنا بدل ما اروح اعملها بوش بول وازود سيجمنتس والفايل عندك يتقل، انت في عندك هنا كده اخو الامر بتاع بامب اهو، في تحتيه اللي هو امر اسمه ايه؟ displace ديسبليس. بامب وديسبليس الاثنين اخوات، بس بامب ده ضعيف والديسبليس ده قوي، بدليل لو انت جيت خدت الماتيريال دي بدل ما تحطها في البامب وجيت حطيتها له في ديسبليس، انا مش هعمل حاجه، انا يا دوبك خدت الصوره بنفس الستابس بتاعتنا حطيتها فين؟ displace انا هعمل ريندر بس على كده فقط، مش هعمل اكتر من كده. خلي بالك امر ديسبليس نفسه تقيل. انت ملاحظ ان هو بيجمع ازاي؟ يعني بالرغم ان هو ما فيهوش سيجمنتس طبعا، اقل يعني اخف شويه من ان انت تزود سيجمنتس وتجيب، ما في ديسبليس عندي في موديفاي اخف منه. مش عارف حد شايف القوه اللي هي بتاعت الباركيه وهو طالع ولا لا؟ هو لسه مفيش حاجة باينة أوي فاهم. لا انا عايزكم تقروا الريندر. هو دخل في الكرسي. دخل في رجل الكرسي، هو خفى رجل الكرسي اصلا. ايوه انا ممكن بدل ما استناه يخلص كل ده، انا هعمل كده اهي ستوب، وراح اعمل دي كده بس. شايف حاجة؟ بص بص القوة بتاعته عاملة ازاي؟ بص رجل الكرسي راحت فين؟ ايوه طبعا أنا مش هسيبه 100، يعني أنا عملته 100 عشان أوريك بس الفرق. أنت عارفين يا ولاد لما أنا باجي أزود وأقلل، يا إما برفع قوي يا إما بقلل قوي، خد بالك؟ يبقى كده أنا عندي حاجتين، عندي بامب يا دوبك بيديني قيمة فوارق العرنوز بس، الحاجة اللي هي البسيطة، أو عندك يا أحمد اللي هو ديسبليس اللي هو بيديني القوة اللي هي الحجرية زي اللي أنت شفتها. طبعا انا سبت الستاندرد بتاعي يا احمد اللي هو 100، انا ممكن طبعا على حسب ممكن اخليها 20 ونشوف الايفكت بتاعتها هتبقى عامله ازاي. انتوا حد معايا يا ولاد ولا فين؟ مع حضرتك. بص هو نزل بقى على رجل الكرسي، بس سيبه لحد ما يخلص وضعه.
شايف بقى عامل ازاي؟ بس تحس ان الباركيه مخلع، انت شايف؟ ايوه وبرضك واكل وطالع على جزء من رجل الكرسي كتير، انت شايف؟ ايوه وصلت؟ يبقى احنا كده في عندنا مقارنه بسيطه ما بين حاجتين، ما بين بامب وديسبليس. بامب بستخدمه بس في يا دوبك في قيمه العرانيس، قيمه حاجه اللي هي فيما معناها 2 3 4 مللي حد اقصى يعني. لكن لو انت عايز حاجه حجريه زي الصوره اللي انا عملتها دي، يا دوبك انت بتدي له الصوره وهو يستخدم الوانها عشان يدي البارز قدامك. وصلت؟ وصلت. تمام يعني. يعني انا بدي له التكتشر صح؟ ايوه الصوره بتاع بيكتشر. ايوه تمام. وخلي بالك انت دلوقتي هنا كده انت بتصنع ماتيريال، مش بتستخدم ماتيريال جاهزه. انت هتسمعني؟ ايوه تمام يعني سمع حضرتك. اه طب انا بستفيد ايه باللي احنا بناخده ده؟ انا هو انا كل شويه اصنع ماتيريال انا ما عنديش وقت؟ لا، انت ممكن تجيب ماتيريال جاهزه وتعدل فيها، لان انت خلاص بقيت فاهم ايه الفرق ما بين بامب وديسبليس، وان انت تحط في الريفلكشن، وان انت تروح تحط في ديفيوز وتحط صوره في، وهكذا، بقيت فاهم القصه ماشيه ازاي. جربوا لي اللي هي البامب والديسبليس ورجعوا، ويا ريت لو الواتساب اشتغل تبعت. هو عنوان الموضوع بس عشان برضك ميرنا، اللي هو ايه القصه دلوقتي، انا عايز اروح اعمل خامه الطل يا ميرنا، اللي هي ايه؟ حاجه تبقى مفرغه، حاجه تبقى مفرغه اللي هي عامله زي الستاره مثلا. فهم زمان دلوقتي بيقول لك ايه، ممكن اروح اجيب صوره. طب تمام، الصوره اللي انت هتجيبيها ليها مفتاح. ايه هو المفتاح يا مينا؟ الصوره بتاعتك لازم تكون ابيض واسود. لا مش فاهم، لان انت عندك الصوره الابيض والاسود هو هيتعامل مع الاسود ويخفيه والابيض ويسيبه لك. لا انا مش فاهمك، انت تقصد ايه؟ يعني انت عندك ادي الصور اهي، ادي هنا فابريكس اهي، وادي صوره اهي. انت يا دوبك هتحط له الصوره دي، كل ما يلاقي لون اسود هيشيله هيخفيه خالص، كل ما هيلاقي لون ابيض هيسيبه له. انتوا معايا يا اولاد؟ تمام. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاجي من هنا كده اهو وهفتح الماتيريال. هو ده كان ينفع في الزخارف بتاع المسجد من فوق، حد فاكر؟ اه اكيد. اه الساين وشو ماشي. عايز لون الزخارف دي كلنا ايه، لونها ابيض جبس مثلا او اي لون، او لون الستاره لونها ايه كذا. هيا فاطمه بني مثلا، حلو ده لون الزخارف. طب هتيجي هنا من مابس وهتلاقي في عندك عنوان هنا اسمه ايه، جلوسنس هو احنا جلوسينس ولا الاوباستي اباستي؟ اوباستي يعني. اوباستي. اوكي خلاص، وهاجي عند كلمه نو ماب وادي له الخريطه اللي هيمشي عليها من جنرال بيت ماب يا احمد بقى. ثم هاجي اخد الصوره، فين الصوره؟ اهي ادي التكتشرز وادي الفابريكس اهي، واروح اخد الصوره دي. خلي بالك اسود هيختفي ابيض هيظهر، طب لو في صوره فيها جراي هيبقى درجه متوسطه مش شفافيه. تعال نجرب كده اخد دي فيها جراي، بص الكره كده ايه اللي هيحصل لها؟ الساين وشوف، وتعال نعمل رندر. لو حد شايف حاجه اه ولا شايفين؟ بس هو خلى فيها بني وفيها حاجات جري. لا؟ ده البني دي، لا هو مفيش حاجه، مفيش حاجه منها جراي، بقت بني خفيف خدت بالك. لكن معنى اوكي كلمه بني ده عشان ده اللي انت حطيت لها لون بني في الفيوز، تمام. خلاص. انما انت ما فيها، فيها جراي لا ما فيهاش جراي، هو بقى بني خفيف ده، لان هو اصلا اصل الصوره جراي خفيف، ده هي اوكي اديتك درجه شفافيه متوسطه شايفها. تمام. اي طبعا احنا نقدر ناخد ده نديله ايه، وبارز وغائر واللون بيكتشر لون شموا، ده كان لسه تمام. تمام تاني كنسل اهي تاني. فانا هاجي هاخد مثلا ونفترض اللون ده، هعمل هنا ادي اساين، وهاجي هنا كده ادي شو، وادي اللون اللي انت حباه مثلا، وهطلع هنا من تحت وهاجي اخد من مابس، واجي يمين هروح داخل على الاوبستي، واروح جاي واخد هنا ادي بيت ماب، واروح جاي واخد الصوره دي مثلا ابيض واسود صريح، وهاجي اعمل هنا كده ادي اساين، واجي هنا شو. هي كبيرة ممكن أكررها أعملها تايلينج أو بالمقاسات زي ما إحنا خدنا، ممكن أخليها هنا تمام. خمسة وخمسة وأعمل هنا رندر. يا فاطمة فين وجهاد ومريم ورضوى؟ أنا موجودة موجودين يا باشمهندس. هو كده بقى، اداها كلها نفس اللون. خلاص، لأن هي أصلا أصل الصورة من ذلك أبيض وأسود. هو معنى ان انت تحط ابيض واسود في الاوبيست يعني ايه يا مينا؟ ان الاسود ده هيخفوا لك خالص، ان الابيض ده اللي هيفضل ظاهر عندك، مش ده اللي بيحصل؟ تمام. طيب بونص معلش، ممكن اول حتة وقولي اللي هي اول حته اللي هي انهي واحده يا فاطمه وانا اقول. اللي هي الخطوة الأولى بقى؟
انا مش سامع قوي يا فاطمه، بس انت سمعت حاجه اسمها الخطوه الاولى، بس مش عارف في انهي واحده. البداية البداية البدايه بتاعت الاوبست يعني. ايوه بدأنا ازاي؟ طيب حاضر، بصوا بقت عامله ازاي. حد دولة شايف؟ تمام ايوه صح، كانسل اهي تاني من البدايه. انا هاخد هنا اي شفاف. سلوت والاول اساين وشو ده اللون، حاجه انزل من تحت مابس وهاخد اوبستي هي فاطمه نو ماب، واجي هنا اخد له الصور. طب احنا لو خدنا اللي هي الصوره دي اللي هي فيها ابيض واسود وجراي متداخلين سوا، افتكر هتديني ايه؟ بص كده شايفه، بص التداخل عامل ازاي؟ تفتكر هتديك ايه؟ اديني قماش معطر. جدع وماش دايب. بص اهي، تعالى نعمل ريندر كده. بص وصلت الموضوع بتاع الاوباسيتي، تمام يبقى تمام اي حاجه فيها زخارف انا ممكن. طبعا احنا قلنا في موضوع الزخارف ده لما جينا خدنا الاستريت وخدنا الكلام ده كله، ان القصه كلها هل شغلك ده هيروح للسي ان سي، هيروح لمكنه تقطيع، سواء كان ورق سواء كان كرتون او حتى خشب، خلاص انا لازم ارسمه، سواء كان كات سواء كان ماكس سواء كان ريفيت، اي حاجه انا بتسهل الشغل ارسمها او ادخلها على الاستريت واحولها من صوره لفيكتور. لكن هو انا هروح اعمل برزنتيشن، خلاص طب انا اجيب صوره وابتدي ان انا استغلها ويطلع لي الكلام ده في اقل وقت. دي شطاره او الاستنصاح بتاعك. بص بص انت عندك الاوفيس عامل ايه؟ مهندس، واحنا لو عملنا وقلنا الأوبس ايه اللي هيحصل؟ هو انا مش سامع خالص يا جهاز. هتشايفها؟ بقول لحضرتك، هو احنا لو علينا او قللنا الأوبس ايه اللي هيحصل؟ لو هو بص، هو انت هتعلي الاوبستي، انت عندك اخرها دي كام في الاوبستي؟ ارجع هنا كده باك، اخرها مكتوب كام؟ مية مية اهي. صح. طب لو انت جيتي قللتي درجه الاوبستي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتخلي الشفافيه قليله. يعني لو هو شفاف 100% لا انت بتخليه شف 50%. اللي هو الأسود ده اه صح؟ بصي بصي كده دلوقتي اللي هو يشف اللي تحتيه بقى لدرجه ان هو بقى قليل ازاي؟ هو دايب بس مش مخرم، انت فاهماني؟ ايوه انتوا معايا يا ولاد؟ معاك انا. طيب حد يعرف يجربها؟ مش عارف الصور دي هتعرفوا تجيبوها اه ولا لا، هي موجوده عندي في الفولدر بتاعي. موجوده فين؟ هتلاقيها هنا اهو جوه اكسترنال فايلز، هتلاقي في عندك اللي هو الاستوديو وهتلاقي عندك التيتشر. ماشي؟ احنا هنجيب البوكس ده منين؟ ما هو ده اللي هو ليكتشر فور استوديو، لما هتيجي تفتحيه اهو هتلاقي في عندك دبدوب اللي هو ده. هتكليك يمين يمينه، اقول له هنا انا هايد يا مرن، هتكليك يمين ثم هايد واشتغل على ده. الدبدوب ده موجود في المكتبة؟ اه جوه اكسترنال فايلز اهو. باك اهي اكسترنال فايلز اهي، وادي هنا ليكتشر اللي هو 04 ستوديو، ليكتشر 04 سواء كان الصور او سواء كان الدبل. واللي يخلص بس ويعرف يبعت لي يا ريت. طيب انا هعيد تاني، احنا خدنا خامه الذهب، فانت تقول لا، فانا بقول لكم لو خدنا، لو طلع ان احنا خدنا خامه الذهب هنبقى فاينل. ها ديل. ها يعني لا بلاش. لا مش مسألة بلاش، احنا خدنا ولا ما خدناش؟ خدناها مخفية ايوه يعني ايه مش خدناها؟ صريحة، اه يعني ايه خدناها مخفية؟ يعني احنا هنعملها. بتتلاعب بالكلام. ايوه بالظبط. يعني احنا خدناها بس بالمنطق. يعني ايه بالمنطق؟ يعني احنا لو فكرنا ان احنا نعمل خامة ده هتعملها ازاي؟ برضك مش عشان هجيب انا لون هسيب المكتبة. وازود له ريفليكشن. جدع صح كلامك صح، بس مش معنى كده ان انا هسيب المكتبه. ما خلاص ما احنا عرفنا ان المكتبه دي عشان افهم اتحرك فيها ازاي لازم اكون فاهم، وهو ده اللي احنا بنعمله بالظبط دلوقتي، ان احنا بنفهم السياق ماشي ازاي وبعد كده نستخدم المكتبه زي ما انت عايز.
واحنا اتكلمنا في موضوع المكتبه ده في الاول خالص، اول ماتيريال. يلا عايز اعمل خامة ده، انا هاخد من هنا اي سلوت، يلا اعمل ايه؟ انت قلت لي هاخد لون، ماشي لون. اهو، تعالى ناخد لون اصفر مثلا كده، وهاخد نفس اللون ده احطه في الريفليكشن، بس طبعا لازم يبقى فيه ميكس هنا، يعني لازم اخلي فيه غامق وفاتح كده، واجي اقول له هنا امسك الكتله بتاعتي واقول له اساين وشوف ذهب ولا مش ذهب، شوف كده مش ده ايه عشان يهدى ذهب صح؟ يس. اه فين بقية الناس؟ فين يارا؟ فين مريم؟ جهاد؟ فاطمة؟ انا هنا بس انا ما اخدتش بالي احنا عملنا دي ازاي. بس ده ذهب صح؟ لا لا ده احنا عملناه لا ازاي؟ لا لا عملناه ازاي يا يارا اهو؟ لسه ناقصه لمعة بصي وحاجات كده. حطيت لون في الديفيوز وخدت اوكي سحبت اللون ده دراج بس غمقته شويه، يعني بقى فيه من نفس اصل اللون بس خليته اغمق شويه، اوكي تمام. طلع ذهب. مش قوي برضه. بلاستيك. ده بلاستيك اه يعني مش ولا ذهب يمشي اللي صيني؟ هو الذهب، يمشي صيني. ناقصه حاجة. ذهب صيني؟ أه لا ناقص اللمعة لا بتاعته يمشي صيني، والتكسير. صيني عادي، صيني طبق مش عادي. يعني اي حاجه صيني، اوكي. ممكن ممكن فخار من اللي هو واخد لمعه، واخد طبقه، مثلا لكن فخار. لكن مش ده. هو الذهب تمام، فاضل له زيتونه واحده بس او زيتونتين، هتيجي هتشيجي تشيل من هنا ايه؟ بريزنال ريفلكشنز. الله. وعشان تيجي تدي اي معده سواء كان ستانلس او اي ميتالز من اللي انت هتعملها، لازم تيجي هنا في عنوان عندك اسمه بي ار دي اف، هتختار منها ايه؟ وورد بس ده بيديك شويه ضبابيه او بليرنج فين في الشكل، وشوف كده ده ذهب ولا مش ذهب. باشمهندس معلش انا النت عندي فصل ورجع تاني، محضرتش حتة الجولد كلها. حاضر انا معاك. قول لي بس الاول ده ذهب ولا مش ذهب؟ كده it makes sense شوية. حاضر تخيل ده بقى انت ذهب. لو تخيل بقى انت لو معاك الدبدوب ده ذهب، هتعمل ايه؟ مش هاخد كورس ماكس اكيد، مش هكمل هكمل الكورس. يا بياعين يا نهار ابيض، ماشي بعتوني وقتي على طول. طيب بص، هي رضوى تقريبا، رضوى او مريم، فبيقول لي على اللي هو عملناه ده ازاي. فانا الكورس. طيب فانا هاجي هاخد اي سلوت وهعمل هنا ادي اساين وشو، وهاجي اخد من هنا درجه لون اصفر اللي هو لون الذهب، طبعا نحس زياده قليل على حسب درجه لون الاورنج اللي انت بتاخده، حاجه اخد من نفس اللون ده تحت في الريفليكشن، وهاجي ادي له درجه لون اغمق شويه من نفس اصل اللون بس الاغمق اللي هو ده، واشيل الفريسنل ريفليكشن خلاص، واجي في عنوان اسمه بي ار دي اف هختار منها الورد ديت. خلي بالك هو ده غير ده على حسب الميكس الالوان اللي انت بتختارها، يعني انا جيت خفيت لون الاورنج ده شويه، بص انت عندك لون بعمل ازاي، حد معايا؟ اصفر طيب تمام. شويه اهو، واجي اقول له ادي اللون بتاعك اهو، اهو بص، واجي اقول له هنا رينج. طيب لو انا حبيت اعمل مذهب هعمله ازاي؟ احنا خدنا المذهب صح؟ كده هيبقى اخدناه ده من هو نفس الحاجة الذهب اهو. كده. اه بس هو سؤال، هو ايه المذهب ده؟ هو زي الجولد بالظبط بس درجة الريفليكشن بتاعته اقل، زي الكراسي او الامبريهات او البراويز، هتيجي هنا للجلوسنس ده واجي اخليه هنا مثلا بوينت 0.7 مثلا، بص الكرة بقت عاملة ازاي؟ بقت عاملة زي ورق السلوفان بتاع الشوكولاتة مثلا. أو خلي بالك انا دوست غلط، وكويس ان انا دوست غلط دلوقتي، ايه يعني؟ بص الرندر عندك قلب ازاي؟ لما تيجي تدوس على الكلاود اللي هي دي، هتيجي تختار من كلمة تارجت تختارها هنا برودكشن عشان ترجع تاني. يا فاطمة؟ اه باشمهندس بتحصل معايا كتير. تعالى بقى نعمل رندر، شوف بقى كده ده مذهب ولا مش مذهب، اللي هي عامل زي ورق السلوفان. طب يبقى احنا كده بالتبعية بقى احنا خدناه الجلد. خدنا ايه؟ جلد جلد طبيعي، مش احنا خدناه ولا ما خدناهوش؟ ما هو احنا اخدناهوش كده برضه، هتلاقي ان احنا خدنا حاجة شبهها. لا لا انا ما خدناش حاجه شبهها، بس احنا خدنا بالمنطق. اوكي البامب يعني هندخل الصورة اللي هتعمل ال ايوه واحده واحده بقى، انا هاجي اخد اي سلوت واعمل هنا ادي اساين وشوف. حاضر. هو لون الجلد ايه؟
يعني هو الجلد ده اسود الوانه كتير بني قوي. كده. الوانه كتير، بس المتعارف عليه يا اما بني المحروق يا اما اسود، صح؟ ايوه. نتعرف ايه، نكتمه شويتين اهو كده مثلا، اهو جلد ولا مش جلد؟ تعال نلمعه. جلد ولا مش جلد؟ لا لا، ما قوي، هو ده ممكن ازاز يكون قبل الريندر هيكون لامع شوية. احمد، انت بتقول ازاز؟ هو مش ازاز، الازاز ده شفاف خلاص، ملوش علاقه بالريفلكشن، هو الازاز بيشف ده في ممكن سلك. يبقى ازاز مصنفر. لا ما بيبقاش مصنف، لا ملوش علاقه. هعمل انا ايه؟ هقلل الجلوسنس يمكن. خلي بالك انت عشان تتفادى موضوع التعليقه دي، بس ولو ان انتم ما تشرحوش يعني، انت ممكن تشوفها يعني، تشيل هنا كلمه ايه اوتوماتيك يعني، تعمل ابديت عشان ما يعلقش معاك. هتيجي هنا تقول له مثلا والله الجلوسنس هخليه مثلا 0.7 مثلا، شوف على الكوره كده، اعمل كده هنا ابديت. هو احنا اللي عاملين الريفلكشن جراي ولا هو جاي انا كده لا، ديفولت؟ انا اللي عملت اوكي. اه كده طبيعي. كده اه كده جلد، ولا ممكن يبقى دهان حيطه بلاستيك؟ ممكن يبقى دهان لمعة كاملة. تمام، وممكن اقلل اللمع، ما انت عندك البلاستيك ده ممكن يبقى فيه لميه وفيه مط. انت معايا مينا؟ معاك انت، طب ده يمشي جلد؟ ويمشي جلد ده، بس محتاج يا لو بامبو يعني. محتاج جروبس شوية شوية اه جروبس بس كده. استنى، خلي بالك، هو انت عندك الجلد فيه انواع، فيه الاملس وفي عندك اللي هو ليه تيكتشر. هو انت بتقول لي تيكتشر يعني ليه ملمس، يعني ليه بارز وغائر. طب ماشي خلاص، خش اوتوماتيك من نفسك، خش على المابس على بامب، وتعالى مثلا تعالى نختار نويز، لو حد منكم فاكر نويز. ايوه طيب دي اللي احنا خدناه في اخر الموديلنج اللي هو 3 دي، شوف كده وقول لي كده، قلب انا الجلد ولا قلب الشوكولاته؟ حضرتك ما دوستش دوس له ابديت. ابديت. ابديت ممكن نصغرها شويه يعني. ولا قلب الشوكولاته كده؟ اه لا كده شوكولاته. طب مش جلد. طب تعالى هنا بدل نويز ممكن اختار حاجه اسمها دنت. دي خامه من ضمن الخامات اللي هي الجاهزه اللي موجوده عندي جوه المكتب. هكيب النويز مع دنت؟ لا، شيل النويز وحط لي دنت. ديسكارد اول ماتيريال. شوفها كده، قلبت شوكولاته ولا جلد ولا قلبت على شوكولاته ويفر؟ بس اصبر عليها لما تبص عليها كده. خدت بالك الكوره دي بتعمل ايه؟ بص، ويفر. اه شويه. كده. لا لا، بس هو مش جلد، خلاص بدل دنت. خلي بالك احنا بنلعب وبفكر، بوريك كل واحده شكلها عامل ازاي. السيلر دي مثلا دبل كليك وديسكارد اولد ماتيريال، حاضر، واعمل هنا كده ابديت. شوفي كده، خلي بالك كل واحده من دي ليها سايز ممكن اكبره واصغر. جلد ده ولا مش جلد؟ جلد اهو. بس ليه انتوا على طول قلتوا سريعا جلد؟ لان انتوا كل واحد منكم قاعد على كرسي زي كده في المكتب او في الشركه، يعني اقصد خلي بالك الانواع الجلد كتير. في واحد يقول لك جلد تعبان، جلد تمساح، هات الصوره اللي انت عايزها وحطها هنا في البامب، مفيش مانع. حتى الشكل ده كده لما هتيجي ان انت تقول له والله روح خلي لي السايز بتاعته واحد، بصي هتلاقي ان انت عندك الشكل نفسه، التكتشر دي نفسها قلت، شايفه؟ لا ده كده مش جلد. طب معلش عايزين نطبقه، ماشي اقفل دي كده وقول له اساين وشوف، وقول لي ده كده جلد ولا مش جلد. اساين اندو، امسك الدبدوب واجي اقول له هنا ادي اساين وشوف، قول لي جلد ولا مش جلد. بيلمع يعني شوية. كده لا مش جلد. طب شوف كده جلد جه فين، طب اعمل ريندر، طب شوف كده هيطلع ايه. اي ماتيريال ما تطلعش عندك على الكتله يبقى انت مضطر تيجي هنا كده من موديفاي وتيجي تعمل لها هنا امرس نيو في دبليو ماب اللي هو ده. حد معايا؟ ايوه. تعالى نعمل ريندر. قول لي كده ايه رايك؟ هو احنا جد اخر ولا حاجة بعد الدنت عملناها ايه؟ خدناها سيلر؟ سيلر دي اللي هي خامه من زي نويز زي ده، اوكي. نفعت ولا محتاجه تقل شويه في البامب؟ انا عايزة تقل. محتاجة تقل شوية. خلاص كنسل. انت خدتي بالك انت بتعملي الميكس ده ازاي؟ يعني هاجي من هنا كده اهو واجي اقول له لو سمحت هنا ادي بامب، وصغر لي الخامه بتاعتك بدل ما هي واحد خليها لي مثلا 0.1.
شوف كده هتنفع اه ولا لا. يعني انت ما تاخدش الكوره واللي عليها ده يا احمد ريفرنس، ده على حسب حجم الكتله بتاعتك، وما تستناش. وممكن تعمل ريشو او قصدي ريجن على حته صغيره، يعني انت ممكن تاخد دي كده اهي، يعني هاجي هنا ريجن واروح جاي واخد دي كده وما استناش، فاهمني؟ لان انت في شغلك ما بيبقاش عندك وقت. ها يمشي كده ولا صغره؟ ايوه دي تمام، لا يعني كده it makes هي sense. ممكن يعني هي كويسه. ايوه فهمت. خد بالك، فانا اقصد خلي بالك ما تاخدش ده ريفرنس، انت الريفرنس بتاعك الكتله بتاعتك. حد معايا؟ تمام تمام طيب اللي احنا عملناه ده احنا مجرد بنستشف بالمنطق ازاي ان انا صلنا، يعني خامه الدهب وخامه المذهب وخامه الجلد وخامه الاستانلس واي خامه تخترعها في دماغك زي اللي انت كنت شفتها واللي مينا كان بيقول لي عليها في البدايه ان ما كانتش راضيه تظهر عنده لموضوع السيلفر. الستانلس انا هاجي اخد مثلا من هنا من لون جراي فاتح اهو، وهاجي هاخد نفس درجه اللون دي تحت اهي، ويا اما اغمق دي او افتحها اهي واشيل الفريسنل كده اشوفها. بص بص بقت عامله ازاي، بس البمب عايز يخف شوية. وشيل من هنا بامب لان احنا مش محتاجين بامب كتير. بص بقت هنا عامله ازاي، لان انت مديها الورد خلي بالك اهي. وتعالى اعمل ريندر شوف كده هتيجي ولا مش هتيجي. بص شايفها، الألومنيوم مش ستانلس. وممكن اخليها ستانلس كمان. يعني اقصد ان انت تقدر تخترع اي ماتيريال. يعني انت دلوقتي مثلا معلش حاجه اخيره بس، وهاجي يا مرنا مثلا هاخد من الخامات الجاهزه اللي عندي خلاص، ما انا مش هشتغل بالكلام ده. وخلي بالكم ان انت وانت شغال خلاص انت هتضطر تنزل دولة، عشان ما مش كل شويه تروح تصنع ماتيريال. اللي ما دي طلعت عندي شورت كات ما هياش نازله. يعني انت هتيجي من هنا بعد ما تعملها داونلود، يعني اعمل داونلود شغل الفي ري واعمل له سيت اب وسيبه يشتغل مع الانترنت شويه، هيسحب من الباقه معاك مره خلاص. خلاص انا محتاج ليزر مثلا اهي، شايف؟ انت مش هتعرف حاجه، انت هتاخدها كليك يمين وتقول له لو سمحت على الاوبجكت، خلاص الموضوع انتهى. الا اذا كانت التكتشر كبيره والكتله عندك صغيره وهكذا، يبقى انت فهمت تروح تغير مين. حد معايا في اللي انا بقوله ولا؟ هو انا لما بعمل ابلاي للاوبجكت نفسها وعايزه اديت بقى في الحاجه اللي انا جايباها من لا يبقى الاسيت انت براوت. يبقى انت ساعتها هتكليك يمين وهتقول له اوكي هنا اد تو ايه، اد تو سين. تروح اوكي جايه لي في كوره من ضمن الكور اللي موجوده عندك في الماتيريال. تمام. خدت بالك اللي هي دي؟ طب هي راحت فين؟ طب هي ناقصه صوره شايفه؟ او دي اعتقد صح؟ يعني هي واحده منهم ناقصه صوره او ناقصه تيكتشر، طب هي فين؟ مش موجوده عندي، هتروح تجيبها وهكذا. لازم اعمل تمام داونلود ليه. دي حاجه. لو انت هتجيبيها عندك من المكتبه اللي هي دي اهي، تعالى نختار مثلا اهي، هنختار اللي على مزاجه دي مثلا، ماشي. دي رقم 21 في انهي فوليوم؟ اعتقد فوليوم 1. خليها هنا عشان ايه نفتكر بس الاسم. ارجع كده للفولدر بتاعي اهي، واخش هنا عندي دي تحت انهي كاتيجوري؟ هو دي تيراكوتا، هو ده نوع كلي فوليوم 1. طيب فوليوم 1 يبقى اخش هنا للشيدر زي مش موجود. لا دي الكاتيجوري كلها، ما انت هتنزليها كلها بقى. اه يعني تعال ناخد مثلا هنا الليزر اهي، او تعال ناخد الليزر مثلا، اوكي يبقى انا اخش هنا كده الماتيريال. ما انت مش هتصنع بقى، انت يا دوبك هتروح تجيب ماتيريال من الجاهزه اللي احنا خدناها يمين المره اللي فاتت، ما اعرفش انت مجمعها اه ولا لا. اخش على الفي ري ماتيريال لما واخش على شوية اوبن ماتيريال لايبرري اهي، واجي على المكان اللي فيه الفولدر بتاع الماتيريال ان هي هتفضل موجوده عندك، وهاجي يا فاطمه هي مره واحده بس هتنزليها والموضوع خلص، وهتفضل موجوده عندك وتختاري منها. فين الليزر؟ ادي الليزر اهو، واكليك اوكي يمين عشان اتفرج عليه اهو. يقعد يطقطق كده لحد ما يجيب لي الباقي. طب هشوف حالا انا معرف له الباث بتاع الماتيريال كانسل عشان ما يبقاش الوان بس، اخش من كاستمايز واخش هنا كونفيجر بروجكت باث اكسترنال فايلز، شايفها؟ تمام ده مش متعرف، يبقى انا اخش من هنا كده اهي واجي اقول له لو سمحت انت عندك البيكتشرز بتاعتك على الديسك توب اهي اهي
بنفس الطمع، بنفس الجشع، بنفس العصبية، بنفس اهي سوء الأخلاق. يوز باث. اوكي، يبقى انت كده نزلت التيكتشرز كلها وخلاص، هي بقت عندك، انت مش هتحتاج ان انت تروح ايه تشيلها وتحطها تاني. كنسل. حد يختار اي حاجه تانيه، كل ده ليزر موجود عندك. اختار ده مثلا، اللبني مثلا. اللبن اللي هو ده، ماشي، دبل كليك، هيجي لك هنا على الكوره اهي. شايفها؟ حاجة ايدي كده وامسكها واقول له ايه ادي اساين واجي هنا ايه ادي شو واعمل ريموت. حضرتك عملت ما انا خدت اول كوره فهتحط على الاثنين. تمام. تعالى نشيل الريجن ده من عندي هنا اهو كده، واجي اعمل هنا ريموت. ده بقى اللي هو بيعتمد يا يارا عندك الكورونا. الكورونا بيعمل ايه؟ يروح يقول لك خد الصوره الفلانيه وتنزل لك هي اصلا كامله يا احمد. يعني انت مش محتاج ان انت تروح تعدل في حاجه الا مع الايه؟ مع الكتله. مش عاجبك تخش يو في دبليو ما تظبطها، ما فيش مانع. لكن هي جاهزه باركيه بقى اي شكل من الاشكال، وتيجي تركبها يا دوبك على طول. بص التيكتشر عندك عامله ازاي؟ انا ما عملتش حاجه. الكورونا بقى شغاله كده، تروح تاخد الخامه تروح جاي مركبها. يعني هي ما فيهاش تعليم، يعني ان انت تصيد زي تصنع، لا فيها تعليم، بس العيال بتبقى فرحانه دايما بالمكتبه. بس هي المشكله ان هو لو قابلته حاجه في المكتبه، يعني انت مثلا التيتشر دي كبيره مثلا عندك يمين، اصغرها منين دلوقتي بعد ما انت فهمت القصه؟ اروح فين؟ تكستشر ايه؟ التيكشر دي كبيرة، أنت مش عايز تظبطها، تعمل إيه؟ التيكشر نفسها اللي هي بتاعت الجلد دي مش عاجباك، هتعمل إيه دلوقتي؟ بعد ما لا مش فهمت. يعني، لا انا ممكن اكون مش فاهم؟ فاكر، بس يعني عشان لسه بس ما جمعتش الموضوع. طيب مش إحنا عندنا هنا بام أهي، تاني وهو مديله نويز أهو، يعني. خلي دي مثلا 0.5. أنت نمت يمين أهو. بصراحة طب انت فهمت القصه ماشيه ازاي؟ ايوه تمام.